الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد في اليوم الثاني لتصفيات او لمجموعات تصفيات المجموعات في بطولة افريقيا لكرة الطائرة الرجال في نسختها 37، وتتقام على صالة الامير عبد الله الفيصل بالجزيرة، وايضا صالة الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيرة ايضا. تابعنا مع حضراتكم اول امس فعاليات القرعة، عرفنا الاربع مجموعات 24 فريق، كل مجموعة ست فرق، خمس مباريات في التصفيات، وبعد كده دور الثمانية سيمي فاينال فاينال. تابعنا مع حضراتكم امبارح اليوم الاول في تصفيات المجموعات، وامبارح فاز النادي الاهلي في مباراته الافتتاحيه 3-0 ضد فريق نيمو ستار الاوغندي، والحقيقه كانت مباراه كبدايه كانت بدايه ناجحه جدا، طمنا على اللعيبه بشكل كبير. الحقيقه النهارده احنا عندنا ماده كبيره جدا، عندنا يعني زي ما بيقولوا وجبه طايره كبيره جدا، عندنا تحليلات، عندنا ارقام، والحقيقه النهارده الاستوديو التحليلي تقيل، استوديو تحليلي يعني فنيا هيبقى يعني قوي جدا. طبعا لازم ارحب بضيوفي في الاول اللي منوريني وابناء النادي الاول النادي الاهلي في الاول والمقام الاول والاخير، معايا كابتن فؤاد عبد السلام مدير فني النادي الاهلي السابق وايضا رئيس الاتحاد المصري السابق واحد ابناء النادي الاهلي. اهلا بك كابتن فؤاد. اهلا كابتن هيثم، منورنا، وان شاء الله نبارك لبعض فوز النادي الاهلي باذن الله. شكرا جزيلا. معايا طبعا مدير فني منتخبات الانسات للكرة الطائرة واحد ابناء النادي الاهلي كابتن هشام بدراوي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، منورنا، وان شاء الله نبارك لبعض كالعاده فوز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. خليني استعرض مع حضراتكم نتائج اليوم الاول امبارح سريعا قبل ما نروح لفقراتنا والنواحي الفنيه المهمه. امبارح النادي الاهلي فاز على نيمو ستار الاوغندي 3-0، ودي كانت مباراه الافتتاحيه اللي اتلعبت الساعه 7 وزعناها لحضراتكم امبارح، وكان فوز مهم لنادي الاهلي، حط رجله الحمد لله في البطوله، دخل في اوائل البطوله. اسبوار الكونغوري فاز على الشرطه الايفواري 3-0. السجون الجيني في مجموعتنا فاز على ريد سكين من ليسوتو، فاز ايضا 3-0. بافيا الكاميروني فاز على السواحلي الليبي 3-0. الحقيقه انا عايز اقف شويه على النتيجه دي، ان بافيا الكاميروني فاز على السواحلي الليبي، السواحلي من الفرق الكويسه اللي وصل الدور الاربعه البطوله اللي فاتت، فخسرته من فاب الحقيقه كانت بالنسبه لنا غير متوقعه، بس ده ما يقللش من قوه فريق فاب، فريق فاب فريق قوي. والكاميرون الفريق ده احنا كنا بنتكلم عليه اول يوم، عامل طفره كبيره جدا في العاب الصالات، مش بس في الطايره، لا الطايره سيدات ورجال، وايضا اليد رجال وسيدات. خلينا نقول ان سوين بلو من سيشل فاز على دي جي اس بي كونغولي 3-1. فوز الطيران المصري، مصر بتشارك باربع فرق ثانيه يا جماعه، النادي الاهلي المصري، نادي طلائع الجيش، نادي سموحه، نادي الطيران، اربع فرق داخلين من مصر، كل التوفيق للفرق المصريه باذن الله. فوز الطيران على فاينس البنيني 3-0، فوز اهلي بنغازي على جامعه زيمبابوي 3-0. وانا بقول لكم يا جماعه خلي بالكم من اهلي بنغازي، دي نتائج مع حضراتكم، اهلي بنغازي فرقه كويسه جدا وضيوفنا هيتكلموا عنها بشكل يعني مكثف. فوز الشرطه البنيني مع على منجزه الكونغولي الديمقراطيه 3-1، فوز سموحه المصري على فاب الكاميروني 3-2. خلينا نقول برضو الماتش ده، خلينا فاكرين يا جماعه، سموحه فاز على فاب الكاميروني 3-2 في مباراه امبارح ماراثونيه ابتدت لخمس اشواط، ده ماتش التاهل بتاع سموحه. يعني ماتش سموحه امبارح ده مع فاب هو بنسبه كبيره اللي هيدخل سموحه اول او ثاني، يعني سبحان الله اول ماتش لسموحه هو كان ماتش التاهل. فوز بورت الكاميروني على ولايه ديتاشا اثيوبي 3-1، فوز الخدمات العامه الكيني على اولمبيك منيلا الجزائري 3-1، فوز طلائع الجيش على كامبالا سيتي الاوغندي. اذا اليوم الاول شاهد فوز الاربع فرق المصريين، كل التوفيق ليهم يا رب ان شاء الله. النهارده الحقيقه حتى اللحظه الشرطه البنيني فاز على جامعه زيمبابوي اليوم الثاني النهارده، فوز الشرطه البنيني على جامعه زيمبابوي 3-0، فوز الخدمات العامه على كيني على ولايه ديتشا الاثيوبي 3-1، فوز سموحه على منجازه الكونغو 3-0، فوز الطيران النهارده ثاني ماتش للطيران على سوين بلو بطل سيشل 3-1، نيمو ستار الاوغندي اللي كان بيلعب النادي الاهلي امبارح فاز على ريد سكين بطل لسيوتو 3-0، بشكل نوعا ما كده بانت المجموعه بتاعت النادي الاهلي مين اقوى الفرق. فوز اهلي بنغازي الليبي على فاب الكاميروني، خلي بالكم كده، يبقى فاب كده خسر امبارح وخسر النهارده، فكده فاب هيروح ايه ثالث. سموحه واهلي بنغازي بشكل كبير بقى ماتشهم ده لحد الاول وثاني، وهنتكلم بالتفصيل واهم اللاعبين والقصه دي كلها. ضيوفنا الحمد لله النهارده يعني من العيار الثقيل في كره الطائره. عندنا السويحلي الليبي فاز على بافيا الكاميروني الاول فاز على دي جي اس بي الكونغولي، السويحلي الليبي فاز على فاينانس البنيني 3-0. اسبوار الكونغولي مع السجون الكيني هنعرف نتيجته، بيقام دلوقتي واحنا بنكلمكم ماتش بورتو الكاميروني مع طلائع الجيش، كل التوفيق لنادي طلائع الجيش. في اولمبيك مليلا الجزائري مع كامبالا، ودي لقطات
من مباراه المباراه اللي شغاله دلوقتي اللي هي بورت الكاميروني مع طلائع الجيش. كل التوفيق يا رب ان شاء الله لطلائع الجيش مع مدير فني قدير كابتن وائل العيدي. الاولمبيك مانيلا الجزائري هيلعب مع كامبالا الاوغندي لسه، والاهلي مع الشرطه الايفواري. ده الماتش اللي هنتابعه مع حضراتكم. ده احمد صلاح لاعب النادي الاهلي السابق بيتكلم مع حكم الملعب في احدى الكور دي. المباراه دي على الهواء دلوقتي وفي صاله الامير عبد الله الفيصل. اروح لضيوفي في الاول طبعا الكابتن فؤاد عبد السلام. كابتن حضرتك اسم كبير وتاريخ كبير وشاركت وخدت 4 بطولات افريقيا مع النادي الاهلي، تاريخ كبير يا كابتن فؤاد. راي حضرتك ايه في البطوله حتى الان والاداء، وادينا زي ما بيقولوا اوفر فيو للبطوله كلها. يعني في البدايه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبنبعت رساله باسمي وباسم اسره كره الطايره في النادي الاهلي كلها للكابتن محمود الخطيب، نتمنى له العوده والشفاء العاجل ويرجع ان شاء الله يكون خف ويقدر يحضر نهائي البطوله مع زمايله في اعضاء مجلس الاداره. واشكره مره ثانيه على التكريم اللي حصل لاسره كره الطايره. كابتن عبد اللطيف ده مدربنا انا وكابتن هشام بدراوي، ومعاها اللواء سيد مصطفى برضو كان هو المدير الاداري دي النماذج في سابقه لم تحدث قبل ذلك لمجالس اداره النادي الاهلي. اما من حيث البطوله فالبطوله طبعا حدث ولا حرج ان النادي الاهلي المنظم، اجواء مصر العظيمه اللي كل الافارقه بيحبوا انه يجوا فيها، ويمكن حضرتك تفضلت على مدار اليومين 3 اللي فاتوا وجبت احاديث لكل رؤساء الوفود قد ايه هم فرحانين ومبسوطين، حكام، مدربين، لاعبين، رؤساء اتحادات، بان جمهوريه مصر العربيه بتنظم صحيح. والنادي الاهلي كمان بالذات هو اللي بينظم. نعم. من حيث الاقامه الاكوموديشن، التغذيه، الترانسبورتيشن، المواصلات، كل دوت بحرفيه عاليه جدا تعمل. ملاعب التدريب كلها موجوده في حته واحده، 3 ملاعب بيتمرنوا عليهم، الارضيات، فالحمد لله النواحي دي يعني ما نقدرش نتكلم فيها لان ما فيش حد يمثل صحيح. النادي الاهلي ولا جمهوريه مصر العربيه. الفرق المشاركه تقدمت من حيث العدد، لكن من حيث المستوى الفني فنقدر نقسم ال 24 فرقه لثلاث مستويات. تمام. مستويات اللي هي تقدر تلعب من 1 ل 4 او من 1 ل 8، ومستويات اللي بتلعب في الوسط 8 التانيين وال8 التالتين اللي هم المستوى التالت. تمام. احنا هنتكلم ليهم جمهورنا وجمهور النادي الاهلي الثمانيه الاوائل. صحيح. لو خدنا الثمانيه الاوائل من الاربع مجاميع اتفضل يا كابتن، نقدر نقول ان الاهلي المصري المجموعه الاولى والسجون الكيني معاه. ده حضرتك شايف ان مجموعتنا اقوى فرقتين الاهلي أقوى والسجون. بالظبط. والنتائج على فكره حتى الان تثبت كده، وهنتكلم برضو بالتفصيل فنيا عن الفرق ان شاء الله، بس حضرتك كلامك بياكده المباريات ايضا. اتفضل يا كابتن فؤاد. المجموعه الثانيه هي فيها بافيا الكاميروني والطيران المصري. صحيح. دول يلعبوا، يطلع بقى الطيران اول او تاني ماتشهم مع بعض، لكن دول انا بقول لك احسن 8 فرق. تمام. بس يا كابتن مش غريبه شويه؟ اسمح لي، الدوره اللي فاتت كان في قبل النهائي في بطولة افريقيا في تونس، النهارده احنا كنا متوقعين بشكل كبير بدليل انه حطوا السواحلي على راس المجموعه، يعني المجموعه الثانيه في القرعه اللي احنا تابعناها اول امبارح حطوا السواحلي ليفل 1، بس على ارض الواقع لا، السواحلي مش كده. هو في فرقه قويه جدا، اهلي طرابلس. اهلي بنغازي. اهلي طرابلس اللي ما جاي النهارده ما جاش. اللي ما جاتش اهلي طرابلس ما جاتش، اللي جه اهلي بنغازي. اللي جه اهلي بنغازي. فاهلي طرابلس ده من الفرق الثقيله جدا هناك. فهم جابوا السواحلي بحكم ان هو ثاني البطوله. والبطل السنه دي اللي موجود اهلي بنغازي. اهلي بنغازي. والاثنين دول كانوا في البطوله العربيه، وفعلا اهلي بنغازي من الفرق اللي حضرتك تفضلت وقلت من الفرق الثقيله جدا. فهنا الحظ بافيا الكاميروني، بافيا الكاميروني معظم لعبته بيمثلوا منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون من الفرق القويه جدا على المستوى الافريقي كمنتخبات وليس انديه، يعني اللعيبه اللي بتلعب فيه موجوده وكمان له لعيبه محترفه بره. فالكاميرون دوله مصنفه من الدول احسن من الفاب. فبافيا الكاميروني دوت خلاف الفاب من الفرق القويه، واستطاع ان هو يهزم السواحلي الليبي
في اول يوم 3-1. وخلي بالك برضه هيبقى ماتش التاهل للطيران هو مع السواحل الليبي. بالظبط. لو كسب السواحل الليبي خلاص هيلعب مع ماتش صعب على الطيران. ماتش صعب. الجمهور المصري وجمهور الطيران لابد ان هو يساعد في المباراه دي. تمام. ليه؟ لان كونه انه يطلع اول هيديله فرصه انه يوصل للسيمي فاينل. صحيح. صحيح. اتفضل يا كابتن. لو خدنا الفرقتين اللي هو الخامس والسادس اعتقد ان سموحه الطريق ممهد ليه. تمام. مع اهلي بنغازي والاثنين هيلعبوا على اول وتاني. خاصه ان سموحه فاز على فاب. وده ماتش صعب جدا. كان ماتش 3-2. بالظبط ده ماتش صعب جدا. سموحه تقدم واحد سموحه تقدم واحد وخد شوطين وراه فاب. بالظبط. 2-1 لسموحه راح سموحه متعادل وراح واخد الخامس. الماتش كان كله سموحه فريق مصري ودوت الاربع فرق المصريين بيؤهلوا المنتخب انه يبدا يستعد. صحيح. بعد نهايه الدوري مع كاس مصر. صحيح. فده حاجه كويسه جدا ان احنا داخلين باربع فرق. ماشي. ايضا في اهلي بني غازي في المجموعه الثالثه دهيت يعني عنده مباراه قويه مع فاب الكاميروني. الاثنين دول ما نعرفش لسه الدنيا فيها ايه بالظبط. يعني مش بس سموحه. صح. برافو عليك. لازم دول يلعبوا مع بعض. النتائج الثانيه. لكن انا في اعتقادي ان سموحه واهلي بنغازي اول وتاني. بس يا كابتن المجموعه الثالثه هي المجموعه السخنه في البطوله ودي حاجه كويسه. علشان في الدور الثمانيه يبقوا رايحين فايقين. يعني ما يبقاش انا بلعب ماتشات وان سايد جيم. اخر مجموعه بقى يا كابتن اتفضل. اخر مجموعه اعتقد يعني بنسبه 100% الجيش الاول. تمام. جيش المصري والخدمات العامه الكيني هو الفريق الثاني. تمام. ده رهان حضرتك على الثمان فرق. دول الثمان فرق ان شاء الله. يعني لو بقوا سبعه ودخل حد بس احنا قدمنا لمحبي او جمهور الصالات النادي الاهلي احسن ثمان فرق موجودين. تمام يا كابتن هشام راي حضرتك في البطوله وتوقعاتك برضو هل تتفق مع كابتن فؤاد على هذه الرؤيه ولا ليك رؤيه ثانيه؟ لا واضحه جدا طبعا البطوله والمجموعات. طبعا معلش يا كابتن احنا بنعرض للساده المشاهدين المجموعات يعني دي المجموعه الثالثه اللي هي المجموعه اللي فيها يعني سخنه شويه. فاب والشرطه واهلي بنغازي وجامع زيمبابوي وسموحه ومنازع اللي هو المجموعه الثالثه منجازه الكونغو الديمقراطيه. الحقيقه دي اكبر مجموعه اكثر مجموعه فيها يعني منافسه. اتفضل يا كابتن. احنا نشوف المنافسه هنلاقي في دولتين او ثلاث دول. تمام. كاميرون ومصر وليبيا. حضرتك شايف المنافسه في ثلاث دول. هم الثلاث دول دول مصر كاميرون جايب ثلاث فرق. ليبيا جايب فرقتين. مصر دخل اربع فرق خاصه غياب الفرقه التونسيه. كمان فهي دي الفرق اللي هتبقى غالبا هتوصل زي ما كابتن فؤاد قال هتوصل لثمانيه. وانا متوقع برضو الدور قبل النهائي برضو هيبقى التشكيله في كاميرون في مصر في ليبيا. يعني مش هيبقوا بس في اتجاه يا كابتن هشام بيقول ان الاربع فرق هيكونوا مصريين في قبل النهائي. انا قبل النهائي لا اتمنى. بس ليبيا فريق بنغازي في ليبيا اتفرجت عليه يا كابتن شفت عليه عندهم محترف كوبي. فرقه كويسه. محترف واحد بس يا كابتن اهلي بنغازي. اهلي بنغازي محترف واحد. محترف واحد اللي هو كوبي. والمواطنين الليبيين كويس مستواهم عالي كويس. يعني حضرتك شفتهم وكانوا عاملين معسكر في مصر هنا قبل البطوله حقيقي. ولعبوا ماتشات مع انديه كبيره ومستعدين للبطوله. عملوا نتائج كويسه قوي. هنشوف. انا متوقع ان شاء الله النهائي هيكون برضه اهلي بنغازي واهلي. يبقى اهلي اهلي النهائي اهلي خالص. اهلي زي نرجع النهائي اهلاوي خالص. يعني ان شاء الله يبقى اهلي اهلاوي عربي افريقي خالص. اهلاوي الاهلي مع مين؟ اهلي بنغازي. ما هو كابتن اهلي مصر واهلي بنغازي في النهائي. يبقى كده الاهلي خالص. الاهلي مع الجيش يا كابتن هشام في النهائي. اهلي مع الجيش. طيب اهلي مع الجيش المصري. اتمنى مين مين اللي طب يعني نقول كده وعلى عشا يا كابتن ولا اهو ده الكلام. الاهلي مع الجيش المصري. وكابتن هشام بيقول الاهلي واهلي طرابلس. انا بقول اهلي واهلي طرابلس. اهلي طرابلس بنغازي. صح. انا بقول الاهلي المصري مع الجيش. انا شفت اهلي بنغازي من يومين بالظبط او ثلاث ايام بالظبط. بس خد بالك بس خد بالك يا كابتن فؤاد رئيس لجنه الكنترول كوميتي. بس خد بالك يا كابتن في تونس خلي بالك في حته القرعه بقى بتلعب. يعني ممكن اهلي بنغازي يقع مع مثلا الجيش في قبل النهائي. ما تعرفش برضه هيرد على مين. يعني احنا كل ده بنقول تكهنات. يعني انا ده توقعات. هنشوف الدنيا فيها ايه. والله اعلم طبعا. يعني طب رايك في مباراه الاهلي امبارح يا كابتن؟ دي بدايه يعني ماشي صح. الاهلي ماشي خطوات ثابته ودي بدايه ان شاء الله
بدايه جد جد البطوله. طب يا كابتن هم بيبلغوني دلوقتي ان طلائع الجيش نادي طلائع الجيش فاز 3-0. اذا نادي طلائع الجيش برضو ماشي بخطه ثابته. أيوة للبطوله. يبقى كده الف مليون مبروك يعني طلائع الجيش، فريق محترم، وده الملعب خلاص يعني بدا يتم اخلاؤه عشان طبعا استعداد لمباراه النادي الاهلي. الف مليون مبروك طلائع الجيش، فوز مهم، تاني فوز ليه. تاني فوز ليه النهارده. الحقيقه كانت مباراه على كامبالا سيتي يا كابتن هشام. على كامبالا. طلائع الجيش على بورت الكاميرون. بورت الكاميرون. اتفضل يا كابتن هشام، في حضرتك مباراه امبارح، طب انت اطمنت بشكل عام كده على فريق الاهلي؟ برضو انا واثق ان الكابتن ميدو ما بيظهرش اوراقه كلها. عنده مجموعه من اللاعبين الممتازه جدا طبعا، وفيهم لعيبه صغيره في السن، فهو بدايته برضو يوسف وعبد الرحمن لعبوا. فاحنا مش هنعرف برضو الماتش امبارح بدايه. هو برضو مخبي على الفرقه الثانيه. طب كابتن في لعيبه لعبت في غير مركزها، يعني شفنا امبارح عادل. ما هي دي هي يعني دي. هل ده مقصود ولا مقصوده؟ طبعا مقصوده. مقصوده طبعا عشان في ناس بتتفرج، كم من الناس قاعدين يعملوا. يعني عادل لعب امبارح مركز 2. يعني اللعب هو مش مركزه. هو برضو ميدو بيلعب مقصوده. عم ايه يا كابتن هشام؟ دي اخر هجمتين للفرقه طلائع الجيش. دي اخر هجمتين على فكره من ماتش طلائع الجيش دلوقتي قبل ما ينتهي المباراه. ويعني دي اخر نقطتين اللي بعديهم فاز نادي طلائع الجيش. اتفضل يا كابتن فؤاد، بتقول ايه؟ احنا الاهلي ما فيهوش غير احمد قطب بيلعب في مركز 2، واللعيب الثاني احمد سعيد وده مركز 4 وثبته تمام، وبقى احد النجوم الاساسيين. ده بقى سوبر. فهو فرصه كويسه قوي لميدو، لانه عمل كده في المعسكر انه يحط، لو حصل اي دروب يحط عادل في 2، هيحط عادل في 2 وهيعلي البلوك. واساسا موجود معاه عبد الرحمن كويس قوي. يعني انت حضرتك بتقول ان هو قاصد، دي مقصوده طبعا. يعني مش بيخبي اوراقه. لا ما هو مقصوده. هو بيجرب. ما معهوش غير واحد بس. كل اللعيبه بيجرب كل اللعيبه على اساس ان برضو ما بتبقاش في مفاجاه عنده في الملعب. صح يا كابتن شمس. ما هو لازم. ما هو ماتش تجريبي. يعني الماتشات دي بعتبرها ماتش تجريبي بالنسبه. وهو جرب في المعسكر نفس الكلام بس ده. بس كانت مفاجاه لينا امبارح عادل يلعب في 2 يا كابتن في الدوري. هو بيلعب. لا بيلعب. شفته في الدوري لعب 2. لاعب في سموحه في 2، ولعب في اوقات مع ابراهيم طلائع الجيش. ما لعبش في 2 قبل ما يسافر. لا ما لعبش، لان هو كان ماشي معاه ماتش طلائع الجيش كان الاهلي راكبه من اوله، يعني ما كانش فيه مقاومه جامده جدا. واحمد صلاح كان لازال مصاب، وقض ما دام ماشي كويس عمره ما هيودي هو عادل في 2. خلاص الدنيا ماشيه. الدنيا ماشيه. انما في الامرجنسي ممكن يلعبه. وده نادي طلائع الجيش فيه لاعب محترف كوبي، صح يا كابتن ولا لاعب كوبي؟ لاعب مركز 3. لا كان نادي افريقي. افريقي بيلعب في مركز 3 بس ممتاز قوي يا كابتن بصراحه. ولا كويس جدا. وكان طلائع الجيش كان معاه 2 اجانب السنه اللي فاتت، واستبعدوا واحد بعد قرار الاتحاد انه يخلي واحد محترف بالملعب بس. فقال لك كل الفرقه قالت لك انا مش محتاج الاثنين اجانب، فاجنبي واحد. يعني حضرتك هو مسموح انه يجيب 2 بس واحد اللي في الملعب. واحد في الملعب بالظبط. بس هو كل الناس قالت لك خلاص خلينا في واحد بس. بس خلينا يا كابتن هشام نقول ان مباراه الاهلي امبارح بشكل كبير اطمنا الحمد لله على الاداء. الحمد لله. المباراه انتهت 3-0 سو ايزي. خلينا نقول ان الفرقه اللي احنا لعبناها امبارح دي كانت في الوسط، يعني ما هياش ضعيفه وما هياش قويه. بدليل انها فازت النهارده. فمعنى كده ان في فرق اضعف منها كمان. في فرق اضعف منها. طب نقدر ازاي نطلع باستفاده كبيره من مجموعه مش قويه؟ ازاي؟ ايه اللي استفاد ان نقدر نطلعه؟ على فكره فريق الاهلي بدا ينزل، هو عمليه الاحماء هو كابتن فريق النادي الاهلي، اللقطات دي حيه من ارض الملعب. خلينا اقول يا كابتن ازاي انا مجموعتي صعب سهله زي مجموعه النادي الاهلي يا كابتن هشام. المجموعه فيها 5 فرق او يعني مش بالمستوى، يمكن ماتش السجون اللي هيبقى فيه شويه نديه. ازاي اطلع مجهز فرقتي من 5 ماتشات دول؟ هو المفروض الكابتن ميدو حاطط في برنامج بتاعه بيلعب فرق سهله عشان يثبت الخطه بتاعته. تمام. فهو النهارده هنشوف برضه ميدو هيعمل حاجات هيثبت الخطه بتاعته مع الفرق اللي هي اقل من مستوى. صحيح. فدي بيستفاد منها تثبيت الخطه بتاعته. صحيح. مع فريق سهل يقدر يكسبه. على اساس انه لما بيجي في الماتشات الجامده هيقدر يطمئن على انه عنده البدلاء وجربهم في مباريات، فيقدر يلعب بسهوله جدا ان شاء الله. صحيح صحيح. طب كابتن فؤاد يعني خلينا نرجع للموضوع عادل برضو. طب ليه هو ما يحط عادل في 2؟ طب ما يجيب سعيد يلعب مركزه القديم 2. لان هو محتاج سعيد اكتر في مركز 4. يعني انت ما كانش في حد بيعوضك كده في الباسكت وانت بتلعب في مركزك، واخد بالك؟ ما كانش ليك بديل. صحيح. الا الله لا يقدر في حاله الاصابه. منعم اتصاب السنه اللي فاتت. ما منعم الحمد لله بدا يرجع. اكتر واحد بيلعب مع منعم سريع ومريح ميدو دلوقتي، وخصوصا ان كان عنده مشكله في استقبال الكره الاولى وتحسن،
احمد سعيد. سعيد ما شاء الله عليه، انا احمد سعيد ماشي خصوصا في الهجوم من مركز 6 الخلفي، الخلفي بينط من ورا ما شاء الله، والارسالات بتاعته بدات تتحسن كتير جدا. فهنا الاهلي فرقه بدات تقف على رجليها كويس قوي قوي قوي، واعتقد ان الطريق مفتوح للنادي الاهلي. ده الاحماء يا كابتن، بدا نادي الاهلي اهو بعمليه الاحماء، وشفنا منذ لحظات صور للجمهور المتواجد بالنادي في الصاله بيأزر فرقته وبينادي على اللعيب لعيبه لعيب لعيب. خلينا اقول لحضراتكم ان السجون الكيني فاز ايضا في ثاني مباراته على اسبوار كونغولي 3-0. اذا كده يتساوى النادي الاهلي، ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يفوز، هيتساوى مع السجون في النقط. يعني الموضوع ماشي يا كابتن فؤاد زي ما حضرتك توقعت، السجون والنادي الاهلي من مجموعته، الاهلي اول والسجون ثاني. انا الدنيا ماشيه كده، يعني الدنيا ماشيه كده. طيب طبعا في واحد اللي هو مركز 4 شكري الجويني، ده اللاعب التونسي اللي جاي من المحترف معانا في النادي الاهلي اللي جاي من الترجي اعاره سنه. شكري الجويني هو فنيا احد نجوم منتخب تونس، بس مش الابرز. الابرز بتاع نادي الزمالك، معلق بتاع الزمالك، بتاع الزمالك، الزمالك. وهو الولد بذل مجهود مضاعف اللي هو احمد سعيد علشان يثبت ان هو يحسن عقده في التجديد ويلعب ويثبت لمنتخب مصر ان هو جدير، خصوصا ان الولد دوت جاي كان من نادي اظن الشرقيه للدخان. ف يعني خامه مبشره جدا، شبيه باداء ميدو شويه كده وهو كان بيلعب، هو مش طويل. بس اقول لك انا سعيد بيشبهني اكتر بلاعب احمد صلاح، مش عارف حاسس بكده، نفس الارتقاء نفس الضرب السريع، يعني ما شاء الله ايده ما تتشافش، معرفش بحس كده، يمكن اختلاف المراكز وما اختلاف الدنيا طبعا، بس انا بحس الستايل الارتقاء العالي جدا والضرب العنيف والايد السريعه. يعني احمد سعيد انا شايف قريب جدا من احمد صلاح، وانا شايف ما شاء الله يعني يقدر يروح على دي. وعين في عندنا كمان عبد العال من الخامات الطيبه، لكن هم ترتيبهم دلوقتي في اعتقادي منعم مدام رجع فايده كبيره جدا للنادي وللمنتخب، هيفيد كويس قوي. وميدو بيديله الدفعات في الماتشات دي، برافو يعني برافو على ميدو. صح. ليه؟ لان هو محتاج له بعد كده، لا بيبدا يجهزه بيدخله، عنده 5 ماتشات بيلعبهم حضرتك تجهيز برافو. وهو ميدو زي ما تفضل كابتن هشام قال هيجرب اللعيبه كلهم، انا في اعتقادي بيجرب الستة الاساسي في شوط ويبدا يلعب ويدي فرص في الشوطين التانيين. صحيح، يعني مش هيلعب بشوط واحد بالتشكيل الاساسي، ده لو كملوا اصلا بالتشكيل الاساسي. يعني انا في اعتقادي مش عارف رايك هو ممكن يقسمها، عمل كده امبارح، هو ممكن يقسمها شوط قسمين. تمام، ولازم يلاعب البديل مع المعد الاساسي. صحيح، حته حلوه الحاجه دي، فهيقدر يقسم الفرقه نصين، البديل مع المعد الاساسي والاساسي مع المعد البديل. برافو عليك يا كابتن، فهو هيعمل التشكيلات دي على اساس ان لما ينزل البطوله كله حافظ بعض. يعني عليك ما ينزلش عامل، يعني انت قسمت لنا تشكيل حته حلوه جدا يا كابتن. يعني زي امبارح زي فرقه كره القدم امبارح، ما والله مش حافظ بعض. برافو عليك. يعني اللي هو لعب بدون نزل احتياطي الثمانيه مع بعضيهم، ما كانش الفرقه لا لها لا لون ولا طعم ولا ريحه. هي لما نزل عبد الله السعيد شويه وكهربا وبتاع في اخر 10 دقائق اتظبطت، لكن كان لازم يبقى فيه العواميد الاساسيه، لازم يعمل كده. صح، وانا اعتقد اكتر لعيبه اتظلمت اللي لعبت امبارح، وكمان شيكابالا الماتش الثاني بيتظلم، لان اول مره نزل مكان اسمه عبد الله السعيد. لا نزل نزل ده نزل مكان محمد صلاح. محمد صلاح، انا اسف، ازاي نزل مكان محمد صلاح. صحيح، وامبارح نزل من غير عبد الله السعيد من غير محمد صلاح، اتظلم المره الثانيه. فهو فعلا اتظلم في الماتشين دول، فالجمهور كله بيحكم عليه، فلازم يكون في جزء اللي بيقول عليه كابتن هشام المعد الاساسي مع البديل، مع اللي هو الضريب البديل، والعكس المعد الاساسي او مع المعد البديل مع الضريبه الاساسيه، مع الضريبه الاساسيين. مش بقول لكم يا جماعه الاستوديو التحليلي هيبقى حاجه جامده جدا النهارده. الاستوديو التحليلي حاجه سوبر. احنا نخش على الكوره دلوقتي ونخش على اليد، اسبوع بس علينا في عندنا شغل كتير. ممكن يلعب في الشوط الواحد مجموعتين. صحيح، وده حصل امبارح. يوم غير معد مع الاساسي، وبعدين يقوم مغير تغييره ثانيه البديل مع المعد الاساسي. انت عارف يا كابتن كلامكم ده الحقيقه انا بستمتع بيه جدا، وبيحطنا في اجواء حته ثانيه خالص. خلي بالك يعني انت لما بتتفرج على الطايره او بتتفرج على اللعبه وانت عارف اللي بيحصل في الملعب ايه، غير لما تكون ما بتتفرجش وبتتفرج زي اي مشاهد. طيب خلينا نرجع لمباراه النهارده يا كابتن هشام. مباراه النهارده
فريق اضعف من امبارح يعني بالاحصائيات اللي شفناها. كابتن ميدو ممكن يبتدي بمين؟ ممكن يطلع ازاي مستفيد؟ عنده لعيب لسه راجع من اصابه منعم محتاج يوقفه على رجله، عنده لعيبه مجهده شكري ما لعبش امبارح ممكن يلعبه يعني قول لي ممكن يفكر ازاي النهارده؟ لا انا قبل كده يمكن قلت لازم يبدا بالاساسي. تمام. حتى بطولة البنات قلت لي كده يا كابتن هشام. لازم يبدا بالاساسي. وبعدين يقدر يطلع يغير زي ما هو عايز. بس لازم يبدا بالاساسي. احتراما للفريق الاخر واحتراما للرياضه ان لازم ما يستهترش باي فرقه قدامه. لازم يبدا بالفريق الاساسي وبعدين يغير زي ما هو عايز. تمام تمام. لما يضمن انه مع الرياضه. طب يا كابتن برضو يعني خلينا نقول شكري ما لعبش امبارح. ومنعم بشكل كبير اطمننا عليه بدنيا لسه ويوم بعد يوم بيرجع فورمته. عندك لعيبه عندك عبد الله عبد السلام المعد مش مؤهل يلعب طول الماتش. يعني قصدي اقول لك ان في اهداف ثانيه خفيه مش لازم تبقى موجوده للناس. تفتكر اهمها ايه النهارده كابتن ميدو بمتابعتك لماتش امبارح والنهارده ماتش سهل، ايه اهم نقطه عايزها كابتن ميدو يطلع بيها المباراه؟ اهم نقطه ميدو عايزها النهارده المصابين ياخدوا الثقه في الملعب. يعني عليك صح كده. دي اهم لازم البديل او مصاب اللي كان مصاب لازم ياخد ثقه النهارده في الملعب. واللعيبه الصغيرين يا كابتن اخبارهم ايه؟ واللعيبه الصغيرين برضه لازم يديهم ثقه في الملعب. يوسف وعبد الرحمن هنحتاجهم. صحيح يا كابتن. صح برافو عليك. هيحتاجوا فرصه مش هتتعوض. هنحتاجهم في البطوله. صحيح. وحتى لو مش بطوله دي يعني النادي الاهلي محتاجهم. صحيح. انت لو هتبص لسيادتك هتلاقي مواليد عندنا 4 و5 مواليد 90 فما فوق 91 و92. بس يا كابتن احنا عندنا مشكله حقيقيه هنتكلم بامانه. في عندنا جاب ويمكن كابتن فؤاد ممرن اجيال وعارف حضرتك مرنت اجيال وعارف عندنا جاب في الاعمار السنيه شويه. ويوسف وعبد الرحمن طالعين نقول مثلا من 22 سنه ل 20 سنهم او 19 سنه وبعد كده اقرب لعيب في جاب. طب نحل ده ازاي؟ دي مشكله. طيب هل نقدر نجيب لعيبه يا كابتن؟ ما هو مشكله. طب احنا عشان كده بقول لحضرتك عندنا مشكله. نجيب لعيبه نعمل بيهم ايه؟ ما احنا دلوقتي عندنا جاب يا كابتن فؤاد. مقتنع معايا بالحته دي ان احنا عندنا اعمار سنيه طالعه يوسف وعبد الرحمن وفي زيهم كتير كويسين. كويس. وعندنا اصغر واحد في الفريق الكبير برضه عمره مش صغير. كويس. طب احنا عايزين الدنيا تبقى قريبه، ما يبقاش ايه في جيل بطل اقعد انا سنتين ثلاثه اكون ببني في فرقه، لا انا عايز جيل يسلم جيل. هو كابتن ميدو بيعمل كده دلوقتي. ما هو دلوقتي احنا عندنا الميكس في النادي الاهلي جيل والكبار لا زالوا متربعين. في 6 لعيبه عندنا دول كنوز للنادي الاهلي ومعاهم منتخب مصر. اللي هم فوق الاثنين متر. حلو. الاثنين فوق الاثنين متر ده لاعب الكره الطايره ما تقدرش تستغنى عنه الا لما زي اعلان العصير بتعصره كده في الاخر لغايه ما تسيبوش. ده ما يتسابش. فهنا احنا عندنا ده. والدكتور عمرو علواني لما طلع امبارح ولا اول امبارح وقال ان احنا بنحاول نعمل بيدنج وندخل مصر في بطوله العالم تاني، انا اعتقد في وجود مجلس اداره زي كابتن الخطيب والاعضاء اللي موجودين معاه ممكن نروح. هنروح وهندفع وونس سنه واحده حضرتك هنحط مكاننا هناك خلاص. لا لما ما نطلعش الاخير. لا مش هنطلع. ما هو قال لك في دعم كمان 60,000 دولار مش عارف حاجه زي كده. لا مش هنطلع الاخير حضرتك. مش هنطلع. يبقى السنه اللي بعديها اللي هيعمل البيدنج ده. اما جيت رجعت الدوري العالمي اول حاجه كانت مصر مش في الدوري العالمي، كان حلم بالنسبه لي. دلوقتي الحلم ان الانديه علشان البطوله دي يبقى لها قيمه كبيره جدا لابد ان هي تطلع على بطوله العالم للانديه. صحيح. لا خلينا نتكلم في الموضوع ده. انا عايز اتكلم معاك بقى فيه بسكيل اوسع يا كابتن. بس في تقرير معانا مع نائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد الكره الطايره. خلينا نشوف قال ايه وارجع لحضراتكم تاني. مستر موري كيتا طبعا نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطايره بنرحب بيه في البدايه طبعا في مصر وفي النادي الاهلي وعايز اخد انطباعاته عن البطوله لغايه دلوقتي. Alors tout d'abord, bienvenue à l'Ahli, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez de la compétition jusqu'à là? Jusque là, je pense que ça se passe bien. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter Ahli Club pour la parfaite organisation de cette compétition. Franchement, je suis très quand à ويؤهل ويكرمه على التنظيم الرائع وان هو موجود بصراحه بالنسبه له هو مبسوط جدا في مصر وحاسس ان كل حاجه ماشيه بشكل ممتاز.
هو كمسؤول في الاتحاد الافريقي تنظيم النادي الاهلي للبطوله ده بيمثل لهم ايه كاتحاد؟ Alors pour vous comme confédération africaine, alors qu'est-ce que vous pensez de l'organisation? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout de suite que je félicite quand même Ali. Ce n'est pas facile d'abriter 24 équipes en une seule fois. Alors c'est quelque chose quand même d'assez appréciable que Ali ait pu accueillir tout ce grand nombre en une seule fois et avoir deux salles concomitantes hein, qui sont ensemble. Franchement, je félicite le club Ali. هو زي ما بيقول وبيقول تاني ان هم طبعا بي 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 يعني بيهني النادي الاهلي على التنظيم الرائع، بيتكلم وبيقول ان هو من الصعب انك تستضيف 24 فريق ويكون في تنظيم بالشكل ده، صالتين مجهزتين بيستقبلوا البطوله، ودي حاجه صعبه انه يلاقيها في اي مكان، يلاقي صالتين بهذا التجهيز ده وبالشكل ده في البطوله هنا. فهو بيكرر تهنيه للنادي الاهلي. طبعا اليوم الثاني النهارده البطوله، عايز اخد انطباعاته على المستوى الفني لبطوله افريقيا للكره الطائره الرجال، واقوى الفرق من وجهه نظره او اللي ممكن يوصلوا لابعد مدى في البطوله مين؟ Alors nous sommes au deuxième jour de la compétition. Alors à votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez qui est l'équipe qui est plus fort de la compétition? Mais écoute, à ce stade je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas. Je sais que l'équipe Ali a pris une grande option. Voilà, ça se sent que cette équipe semble assez bien préparée. Mais une compétition est une compétition, on ne sait jamais. Mais pour le moment, en tout cas, je suis très impressionné par la prestation de Ali Club et j'espère qu'elle va continuer sur cette lancée. هو طبعا بيقول دي بطولة وصعب التوقع نقول مين اقوى فريق، ولكن هو من وجهة نظره شايف النادي الاهلي هو اكثر تنظيما. النادي الاهلي يعني من وجهة نظره شايف هو يعني المرشح الاقوى بالنسبة له للفوز بالبطولة، يعني هو مش قادر يحدد طبعا مين الاقوى ومين الاضعف، ولكن بيقول في النهاية هو النادي الاهلي بالنسبة له بيتمنى له التوفيق وبيتمنى له يكمل على المستوى ده. البطولة فنيا بقى عجباه؟ يعني المستوى الفني بالنسبة لجميع الفرق والمنافسة القوية، شايف إن في منافسة قوية في البطولة؟ Est-ce que vous trouvez que la compétition est vraiment forte ou bien il y a des compétitions du championnat? Oui, mais écoutez, moi je suis seulement venu hier. Voilà, la compétition n'a même pas commencé à ma présence. Je suis venu hier. En fait, c'est mon premier jour aujourd'hui de supervision de la compétition. Donc, il me serait très difficile de m'avancer sur quelques analyses que ce soit. Mais ce que j'ai vu jusque-là, ben, je pense que ça se passe bien et que les équipes sont plus ou moins à la hauteur. Plus ou moins. هو طبعا بيقول ان هو اول يوم ليه يعتبر في مصر النهارده، لان هو وصل امبارح، فاول يوم في البطوله ليه هو النهارده كمشرف على البطوله، فطبعا ما يقدرش يحدد قوي، بس هو بيقول في الوقت الحالي بيقوموا ببعض التحاليل وهيحللوا المباريات وكده، وساعتها يقدروا يعرفوا مين الفريق المرشح الاقوى، ولكن هو دلوقتي بالنسبه للاداء الفني للبطوله شايف طبعا ان البطوله بعدد الفرق ده بالفرق المشاركه هي بطوله قويه، هتكون بطوله قويه جدا. Alors merci beaucoup monsieur, merci. C'est à moi de vous remercier et je félicite encore Ali, j'ai été impressionné, c'est un grand club, c'est impressionnant. هو بيقول انا اللي بشكركم وبجد بهنى النادي الاهلي تاني، انا كنت متفاجئ جدا ويعني مذهول من التنظيم ده، وفعلا النادي الاهلي نادي كبير جدا. ده كان لقائنا مع مسيو كاتا نائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكره الطايره. الحقيقه خلينا اقول حاجات علق سريعا على اللي قاله. طبعا هو كان بيتكلم ان التنظيم هايل، انه بيهني النادي الاهلي على هذا التنظيم، وانه صعب اي نادي ينظم بطوله فيها 24 فريق زي كده وفي صالتين موجودين جنب بعض. يعني البنيه التحتيه والامكانيات بتاعت النادي الاهلي عاليه جدا، وخلي بالكم كمان الموضوع مش موضوع صالات، ولكن
الجيمات للفرق بتبقى محتاجه تقويات، موجود الجيم على اعلى مستوى، ساونا، جاكوزي، اذا كل الامكانيات متاحه في نفس المكان، ودي بتبقى صعبه جدا في افريقيا. اتكلم كمان على الناحيه الفنيه انه مش متوقع مين يقدر يكسب، اكيد لازم هيقول كده لانه ما يقدرش يقول، بس هو قال انا من وجهه نظري شايف ان الاهلي اكثر تنظيما وهو اكثر حظوظا للحصول على البطوله. قبل ما ارجع طبعا لضيوفي، في بعض الامور او بعض النتائج اللي مديني بيها طبعا فريق الاعداد خلتني يعني استوقفتني شويه. السجون الكيني الحقيقه فاز 3-0 امس وفاز النهارده 3-0، بس خليني اقول السجون الكيني النتائج الماتشين مريحه، يعني امبارح 25-15 25-14 25-22 توتال 75 نقطه حطها، دخل فيه 51 نقطه، معنى كده ان السجون الكيني فريق كويس دفاعه، مش سوبر ولكن عنده هجوم كويس، دفاعه يعني محتاج او استقباله، دي غالبا بتبقى مشاكل القاره السمراء ان استقبالهم بيبقى مش جيد. خلينا نقول بعض النقط الثانيه اللي استوقفتني. نادي الجيش امبارح كسب كامبالا والنهارده كسب كمان مباراته. امبارح مباراه نادي الجيش كانت مريحه جدا، 25-11 25-16 25-19 باجمالي 75-46. نادي الجيش من الفرق واضح من النتيجه كده انه هجوما ودفاعا منظم. في من الحاجات اللي استوقفتني كمان سريعا عايز اقولها لحضراتكم لان ده مهم جدا ان احنا نتكلم عن النواحي الفنيه عشان الناس تستمتع. اهلي بنغازي كسب يونيفرسيتي زيمبابوي، بس عندي ملاحظه شويه، يعني اهلي بنغازي ما كسبش مريح، 25-18 25-18 25-17 يعني حط 75 نقطه ودخل فيه 53 نقطه، يعني احنا اهلي بنغازي نقول عليه يعني كويس، بس يعني برضو فريق يونيفرسيتي زيمبابوي مش الفريق الجامد، هو فريق ليفل 3، فعشان الاهلي بنغازي يحط السكور ده لا، يبقى فيه يا اما كان المدرب بيجرب يا اما فريق اهلي بنغازي برضو عنده نقط ضعف شويه في الاستقبال او في الدفاع. خلينا نتكلم كمان عن سموحه وفاب، الماتش الاهم امبارح ده، الماتش اللي كان اهم مباراه على الاطلاق امبارح. امبارح المباراه مشت 5 اشواط مع نادي سموحه مع فاب الكاميروني. السموحه كسب الشوط الاول وخسر الثاني والثالث. خلينا نقول ان المباراه كانت ماشيه موت، يعني الفرقتين مقطعين بعض. سموحه كسب 25-20 الشوط الاول، الشوط الثاني سموحه خسر 25-23، لكم ان تتخيلوا يعني الماتش وصل 23-23 24-23 25-25 نادي الشوط الثالث بقى، نادي سموحه كسب، نادي فاب كسب 30-28. الشوط ده كان فيه زي ما بيقولوا قطعوا بعض، يعني المباراه كانت ماشيه ايكوال لغايه 30-28. الشوط الرابع سموحه كسبه بعد معاناه، الشوط الرابع ده كان هو نقطه التحول، خسر كام او كسب كام سموحه؟ 28-26. متخيلين النتيجه عامله ازاي؟ يعني كله مباراه كانت منتهى الصعوبه. الشوط الاخير بقى اللي هو بيبقى من 15 نقطه، فريق سموحه كسب 15-12، يعني كانوا ماشيين ايكوال حتى في الشوط الخامس. الف مبروك سموحه، مباراه كانت مهمه جدا، ده كانت مباراه التاهل لسموحه. الطيران لعب امبارح مع فاينانس البنيني، الطيران فاز باريحيه جدا، ما كانش فيه عنده مشكله خالص. الاهلي امبارح ايضا لعب نيمو ستارز الاوغندي، ايضا فاز باريحيه فوق الوصف. يعني في عندنا تاني مباراه، ده تحليلنا يعني سريعا اللي انا يعني بسريعا كده النقط المهمه بتحليلنا عن مباريات امس. كابتن فؤاد، يعني قبل ما نتكلم على التحليل ده، اذا كان يعني حضرتك شايفه في حاجه ممكن تضيفها عليه ولا لا، حته تاهل النادي الاهلي للجلوبال شامبيون شيب زي ما قال كابتن عمرو علواني، وقال الدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، قال ان في محاولات بس بشروط. ايه الشروط دي يا كابتن؟ الشروط ان هو الاتحاد الدولي دلوقتي ما بيديش حاجه ببلاش، بيقول لك انا بسوق البطوله، فالسبونسر او الراعي بيقول ان ما بيجيليش نسبه مشاهده وما ببيعش تذاكر في الماتشات اللي فيها بطل افريقيا، سواء كان مصر كان تونس كان كاميرون كان اي حد. تمام. فانا عايز ادي وايلد كارد للفرق، من فريق من روسيا مثلا ادي للبرازيل، ادي لليابان، اليابان بتدفع. تمام. فهنا هيدخلك في الوايلد كارت بفلوس، الوايلد تشتري الكراسي من الاخر. نفترض بقى ان احنا عملنا زي ما بقول لحضرتك ما طلعناش الاخير وبدانا نضرب فرقه من الفرق السته. تمام. وده وارد جدا، وارد، وخاصه ان هيبقى في دعم ومحترفين والنادي الاهلي ومجلس الاداره هيدعم. لا، هنا بيقول لك في دعم وايه؟ وايه؟ محترفين. محترفين المحترفين بقى قانون الاتحاد الدولي بيقول ايه مختلف عن قانون
الاتحاد الافريقي. ايه بقى الاختلاف؟ الاتحاد الافريقي بيقول لك لازم يكون 2 لعيبه متسجلين عندك 3 شهور. 3 شهور ولعبوا 6 ماتشات. الله ينور. الثاني بقى هات 12 محترف ملوش دعوه قبل البطوله بيوم، ملوش دعوه زي الفل. فهنا اللي هيحصل ان النادي الاهلي لو دفع الشرط الجزائي المالي تمام بتاع الدعوه 100%، اذا كان دلوقتي معاه واحد ده هيريح ويتجاب مكانه 2 أو 3 جامدين قوي. كوبا بقى على البرازيل على. طب يا كابتن الغرامه او المبلغ اللي ممكن يدفعه يبقى قد ايه تقريبا؟ هل مبلغ كبير ولا مبلغ صغير؟ لا هو مبلغ كبير طبعا، هيعدي ال $100,000 100%. $100,000 لمره واحده دول بيدفعوا، واعتقد ان احنا عندنا الرعاه كنادي اهلي ومجلس اداره الموجود يقدر ان هو يجيبهم. لما يدفع المبلغ دوت وناخد، لان عمرو علواني له تقل جوه الاتحاد الدولي، لا له تقل 52 دوله ولا 53 دوله. برافو عليك. فما ينفعش ان انا تهمشني تطلعني بره كده. انت بتتكلم في فلوس، طب انا هجيب لك الفلوس بس تحطني دخلني تاني. ما هو هنا، ما هنا بقى تونس ما جاتش تمام، واكتر بلدين ممكن يدفعوا مصر وتونس. مصر وتونس عندها ازمه ماليه. ما عندهاش ازمه ماليه، بس هي الانديه بتاعتها ما وصلتش، ما كسبتش البطوله العربيه. قال لك انا كنت انا المشرف عليها. البطوله العربيه جيت ترجي خسر في المباراه النهائيه من العربي القطري. العربي القطري فيه 12 محترف اجانب وكلهم طبعا مجنسين. طب كابتن فؤاد انا معلش انا هقطع حضرتك، هنرجع نتكلم على الموضوع ده تاني، بس هنطلع لتقرير نشوف الكابتن حسام شعراوي المدرب العام لنادي طلائع الجيش قال ايه النهارده بعد فوزه النهارده على الفريق الكاميروني. تحياتي ليك يا كابتن هيثم، وتحياتي لضيوفك، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا البطوله الافريقيه رقم 37 لكره الطائره رجال، واللي بتقام هنا في النادي الاهلي مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهي اكيد بطوله مهمه جدا بشكل عام، واكيد المنافسه من الناحيه الفنيه فيها قويه جدا، وبالتالي نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله. لكن معايا في هذه اللحظات كابتن حسام شعراوي المدرب العام لفريق طلائع الجيش، واللي فاز طبعا منذ لحظات في مباراه قويه امام احد الفرق الكاميرونيه. برحب بحضرتك في البدايه وببارك لك على الفوز النهارده والفوز الثاني طبعا ليكم في هذه البطوله. الله يبارك فيك، وبشكرك وبشكر قناه الاهلي طبعا اللي مغطيه البطوله ديت بأعلى على اعلى مستوى. وبحب ارحب طبعا بالناس اللي مع حضرتك في الاستوديو، دكتور فؤاد عبد السلام وكابتن هشام بدراوي شغل المدربين، وبقول لهم والله وحشنا ونفسي اشوفكم بقالي كتير. المباراه تقييمكم ليها كجهاز فني ايه، خصوصا ان هي مباراه اكيد كانت قويه، لكن انتوا قدرتوا ان انتوا تحققوا نتيجه مميزه والفوز بنتيجه 3-0 في مجموع الاشواط. احنا والله فرقه بورتو النهارده ما كناش يعني عارفين ان هي فرقه ضعيفه، بس هي فاجئتنا طبعا بمستواها العالي من اول الشوط الثاني. قفلوا معانا الشوط الثاني شويه، والشوط الثالث فضل مقفول لغايه الاخر، لغايه لما الحمد لله احنا حسبناه. وطبعا بخبره اللعيبه بتاعتنا قدرنا فضلنا ماسكين في الشوط لغايه اخر نقطه، لغايه لما خلص 25-23 الحمد لله. الفوز الثاني ليكم في البطوله، وبدايه اعتقد بالنسبه لكم مناسبه جدا للمنافسه على البطوله دي، شايف شكل المنافسه بشكل عام في البطوله دي ازاي؟ والله انا شايف ان المنافسه يعني ممكن تبقى حوالي 3 فرق أو 4 فرق، النادي الاهلي طبعا ونادي الجيش وممكن فريق نادي سموحه ونادي السواحلي الليبي. انا شايف ان الاربع فرق دول غالبا هيبقوا هم في المربع، واتمنى يعني ان احنا نكون احنا والاهلي في النهائي نعمل ماتش كويس يليق بالبطوله ديت وبالتنظيم اللي احنا شايفينه. شكرا بتوفيق ان شاء الله. العفو العفو. ده طبعا كان لقائنا مع الكابتن حسام شعراوي المدرب العام لفريق طلائع الجيش بعد فوزهم في مباراه اليوم امام فريق بورتو الكاميروني، وبيخطوا خطوه جديده مهمه بالنسبه لهم للتاهل للادوار المقبله من بطوله طبعا افريقيا للكره الطائره رجال. خلينا اقول لكم ان في هذه اللحظات لاعبي النادي الاهلي بيجروا عمليات الاحماء في ظل حضور بعض الجماهير، يمكن الاعداد مش كبيره شويه، لكن اكيد صوتهم هيكون واضح من خلال التواجد هنا في الصاله، هيكونوا مؤازرين بشكل كبير للنادي الاهلي في هذه المباراه عشان يواصل النادي الاهلي ان شاء الله انتصاراته في هذه البطوله، وعشان ايضا يوصل لنهاية هذه البطوله واحرازها للموسم الثاني على التوالي. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي الموسم السابق قدر ان هو يفوز بهذه البطوله في مباراه كانت كبيره جدا امام فريق النجم الساحلي بتونس. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يمشي على نفس طبعا هذا المستوى، نفس هذه الامال من قبل جمهور النادي الاهلي الفوز بالبطوله الموسم الثاني على التوالي، والمره رقم 13 في تاريخ النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن، اتفضل.
ده كان تقريرنا او لقائنا مع كابتن حسام شعراوي. بالمناسبه هو احد ابناء النادي الاهلي، المدرب العام لنادي طلائع الجيش، اتكلم عن مباراه النهارده بعد فوزه على بورت الكاميروني. يمكن كان اتكلم سريعا كده كاوفر فيو على الماتش، وقال الاشواط عدت ازاي. كابتن هشام، يعني نادي طلائع الجيش يمكن ترتيبه الثاني في الدوري المصري، فريق محترم، في دعم كبير جدا من اداره نادي طلائع الجيش للفريق، يعني وجوده في بطوله افريقيا اكيد بيديها تقل كمان. هو بطل السابق البطوله 2016 وخدم كان بطل سابق 2016 نادي طلائع الجيش بطل افريقيا. وهو كان السنه فاتت برضه الاوائل، مشاركش لا امبارح مش لا اوائل في الدوري الدوري كان اول الدوري بطل الدوري بطل الدوري بطل الكاس كمان صحيح، طلائع الجيش بطل الدوري وكاس الكاس، فهو من اوائل الفرق اللي هي فعلا صحيح. بس حصل عندهم شويه مشاكل كده صغيره في اثناء وقدروا يصلحوها ويلموها يعني، وهم ماشيين كويس دلوقتي. حتى هو احد قطبي الطايره دلوقتي الاهلي وطلائع الجيش، هم القطبين الحقيقه اللي بيتحكموا بشكل كبير جدا في شكل كره القدم. هو عنده الزمالك رجع، الزمالك ثاني الدوري السنه دي وطلائع الجيش هو الثالث. الزمالك كان خامس السنه اللي فاتت والسنه دي عمل طفره يعني الحقيقه. معقل الرياضه في مصر اهلي وزمالك؟ صحيح، قطبين الرياضه كل الحاجات دي كلها بتبقى يعني موضه. اما تلقي الاهلي في جميع البطولات مش طايره، بس طايره وسله، والزمالك نفس الطريقه اهلي زمالك، والزمالك نفس الطريقه، فهم فعلا المعقل الرياضه في مصر. صحيح. في نقطه ثانيه عايز اقولها، اتفضل يا كابتن هشام. على فكره يعني هم 24 فرقه، ففي فرقتين موجودين في مصر واللائحه بتاعه الاتحاد الافريقي لا تجوز انهم يلعبوا، اللي هو رواندا والسنغال. الفرقه من رواندا كده الفرقتين موجودين كمان 26 فرقه، بس الاجتماع الاتحاد الافريقي الاخير قرروا 24 فرقه بس تشارك في البطوله. اوبا، يعني في يعني جالنا 26 فرقه في مصر. دي معلومه جديده كده، يعني في 26 موجودين، رواندا موجوده والسنغال موجوده، وبعض الشكاوى الاتحاد الدولي ولو عشان يشتركوا في البطوله. بس اخر اجتماع من الاجتماع الافريقي الاتحاد الافريقي قرروا 24 فرقه بس من البطوله. الخبر ده يعني ايه؟ زي ما هو يعني يحزننا بس يسعدنا. يسعدنا ليه؟ لان الفرق كلها عايزه تشارك، كل فرقه عايزه تشارك يعني. احنا زعلانين الاخوه. وانا هرجع بتاريخ من امتى، سنتين ثلاثه كنا في بطوله افريقيه في كينيا ومدوها عشان عندهم انتخابات رئاسه. احنا في مصر انتخابات رئاسه، رئاسه عندهم في كينيا شغالين عادي جدا، قفلوا. احنا عندنا في مصر ان في انتخابات رئاسه، ومع هذا في فرق بتلعب. خلي بالك كابتن، العالم كله بيراقب الموضوع ده، ما خد بالك في فرق انت بتودي رساله. احنا بلد شغاله في كل الاتجاهات في وقت واحد، دي رساله. حاجه ثانيه بقى، طلائع الجيش، الجيش في الشوارع هم حافظين الامن، ومع هذا بيمثلوا مصر في البطولات في الرياضه. يعني انت شايف رسالتين مهمين جدا، رسالتين مهمين جدا بنمدهم للعالم كله. ادي الرئاسه انتخابات فيها شغاله، وفي بطوله فيها 24 فريق او 26 فريق، وطلائع الجيش فرقه بتمثل القوات المسلحه مع هذا المؤسسه، برضه شايفينهم في التزام ولعب وفنيات ونفس الوقت يعني الرياضه، يعني في رياضه في حتى في كابتن كلام الكلام رؤساء البعثات والمديرين الفنيين واللعيبه عن مصر كلام ايجابي جدا. يعني لما نلاقي 24 فرقه اولاد و19 فرقه بنات شاركوا، يعني بنتكلم في 43 فرقه شاركوا في خلال شهر في مصر، 43 فرقه دول بجهازهم الفني بلعبتهم سفراء عن مصر في بلدهم. سفراء يعني ده هيروح يقول، ممكن 26 فرقه دول يروحوا يوصلوا بلدهم يقولوا كان في انتخابات رئاسه، ومع هذا ما حصلش حاجه في مصر، ما حصلش حاجه ولا حاجه، والدنيا شغاله تمام، وبنلعب وبنروح وبنيجي. الكلام ده على فكره دكتور عمرو علواني قال الكلام ده في اول في الاجتماع الفني، قال الاتحاد الدولي بيراقب جيدا البطوله وعايزكم تمثلوا افريقيا، عايزين نوري ان افريقيا فاليو كبيره جدا. يعني المواضيع دي وهو شايف ان هو قال ان البطوله دي بتنظم كانها بطوله عالم، استمتعوا، قال كده حتى في المؤتمر. نرجع للمستويات الدوليه والشراكه ان شاء الله في بطولات العالم بالنسبه للنادي الاهلي. هو الاتحاد الدولي بيقسم تقريبا الدول مستويات اول وثاني. احنا مستوى ثاني، ما نبقاش هي مشكلتنا في مصر ان احنا هنشارك في بطوله عايزين ناخد اول. لا طب لا مش هناخد اول. انا بقول احنا نجهز السنه دي مستوى ثاني، نلعب كويس او مستوى تاني، والسنه الجايه ان شاء الله او البطوله الجايه ان شاء الله ننافس على الاول. ما ده تاكيد كلام حضرتك، ده تاكيد لكابتن فؤاد. هو بيقول لك اروح ما اخدش اخير، واتفرج بقى السنه اللي بعديها. اوعى تطلب مني ان اخد اول. لا زي ما احنا بنطلب من مدرب الكوره ان يكسب. لا ما يكسب، انا مش عاوز يكسب، انا عايز بس يلعب ماتش كوره حلو. جرب. خسرنا 1-0 مش قصه، خسرنا 2-1 مش مشكله. امال انا رايح اكسب ماتش ودي؟ طب انا رايح على بطوله عالم. بطوله عالم ده
سياسه ثانيه خالص. مش بقول لك يا كابتن الاستوديو التحليلي هيحطنا حته ثانيه خالص، انا عايز بقى احطك في حته ثالثه بقى. اتفضل يا كابتن فؤاد. حته مهمه جدا قناه النادي الاهلي دي بتاعتنا طبعا، ده نادينا ودي قناتنا طبعا، فاحنا كلنا بنكمل بعض. احنا عملنا سبوت على صاله نمره واحد اللي بتلعب فيها. احنا عندنا اربع ملاعب بتلعب عليها البطوله في نفس المكان اللي هو موجود صاله الشهداء اللي جنبيها على طول. الصاله دي فيها ثلاث ملاعب، اثنين تدريب، واحده ماتشات، واحده ماتشات، ونشوفهم مفروشين ازاي. وما عندناش مشاكل، لازم الاتحاد الدولي يوصل له هذا الكلام، ما عندناش مشاكل في التدريب، كل الفرق بتتمرن بالتوقيتات بجداول التدريب بتاعتها، ما عندناش مشاكل في اقامه مباريات على اكتر من ملعب في مكان واحد. برافو. لما كنت في الترجي هي صاله واحده والتدريب بيبقى في ملاعب تانية 50 كيلو، وبعدين وبعدين رحنا بعد كده في المركب الرياضي اللي هو المجموعه بتتعمل اللي هو زي الاستاد عندنا، زي الاستاد او زي المركز الاولمبي. ومفيش ملاعب تدريبيه الا بعيده جدا او بيروحوا فترات الصباحيه. ملاعب بعيده قوي، الملاعب دورات المياه مش جاهزه، الملاعب اصل دوت لما بتيجي الزياره التفقديه بنشوف بقى كله الاوتيلات. لا لا لا، الاول جوه الملعب، ملعب بروح افتش على الساونا والجاكوزي ودورات المياه، بروح افتش على غرف اجتماعات اللاعبين بتاعت خلع الملابس، بروح افتش على غرف الحكام شكلها ايه. كل ده لو هو جاهز في حوالي 13 14 ايتمز بعمل عليهم صح او غلط، ودوت بينقص طبعا في التقييم. فاحنا لابد لما نيجي بيقول لك مور ذان اكسلنت، يعني حاجه اكثر من رائعه. ده التعليق اللي جاي لنا، مش كفايه ان هو يجي لنا في افريقيا او يروح للدكتور عمرو، يوصل للاتحاد الدولي. يبقى انا من هنا كمان باخد من كلام حضرتك وبدعي زملائي ان شاء الله، واكيد هنتكلم في الموضوع ده، يصوروا تدريب يعني اكيد في كاميرا هتروح ان شاء الله، واكيد هنصور الملعب الشهداء وهنجيب منه تقارير لاقامه الموبايل التدريبات مش بس الملعب، واكيد زملائي كلام حضرتك هيتاخد محمل الجد في قناه النادي الاهلي، واحنا ان شاء الله اكيد هنجيب، لان حضرتك قلت حته مهمه، احنا عايزين نصدر ان الموبايل البطوله مش صاله الامير عبد الله الفيصل، لا ده في صاله الشهداء ثلاث ملاعب مجهزين على اعلى مستوى. بالظبط. يمكن احنا عندنا مشكله في النقل لان مفيش مدرجات، فالكاميرات صعب تبقى على ليفل واحد، ولكن نقدر نصور ده بكاميرات بورتابل، واكيد زملائي اكيد هنا سامعين حضرتك، واكيد ان شاء الله هيبقى فيه يعني سبوت بشكل كبير، وعايزين نسجل حتى نجيب الساونات والجاكوزي والحاجات دي كلها. طيب خليني اقول لحضرتك حاجه، خلينا نرجع لموضوعنا بتاع بطوله العالم والجيم معاه. والجيم طبعا اكيد يعني زملائي سامعين حضرتك، واكيد هيبقى فيه يعني استجابه باذن الله. طيب الحته المهمه دلوقتي بطوله العالم، حضرتك بتقول ان في فلوس لازم تدفع في الاول، هل احنا هناخد ده كبدايه وممكن البطوله اللي بعد كده بقى الاتحاد الدولي اللي يجري ورانا؟ بالظبط، حط رجلك واثبت نفسك. طبعا اه، انت حضرتك اولا على مستوى افريقيا، مصر متربعه على عرش افريقيا باستثناء البطوله الاخرانيه منذ سنوات طويله، وفي جاب ما بينك وما بين الفرق الثانيه، نكمل على نفس الليفل وعلى مستوى الانديه. النادي الاهلي اعتقد انه فرقه قويه جدا وقادر ان هو يروح، وقادر ان احنا نجيب محترفين يلعبوا معانا البطوله دهيت. مش هنروح بنفس الفرقه، هندعم ادعم براحتي بقى. لا ما انت تشوف روسيا بتلعب، روسيا ما فيهاش اثنين روس، يمكن يمكن افضل دوري روسي بيتعمل كلهم اجانب، كله اجانب طبعا. لا ان شاء الله، ان شاء الله، واكيد النادي الاهلي هيشارك مشاركه هتقلب الموازين، واحنا واثقين في كده مجلس اداره محترم كابتن محمود الخطيب بيدعم الرياضه بشكل كبير، اكيد ده ان شاء الله مش هيتاخر النادي الاهلي عن دعم فرقه الرياضيه. خلينا اسالك يا كابتن توقعاتك سريعا، لان لازم نروح ارض الملعب، توقعات حضرتك لمباراه النهارده سريعا. ان هو هيجرب الفرقه بالكامل، الماتش محسوم للنادي الاهلي 3-0 باذن الله، 3-0 ان شاء الله، يعني السكور برضه هيكون كبير عالي ان شاء الله. وهو الماتشات دي مفيده للكابتن محمد مصلحي جدا جدا يعني. اشكرك يا كابتن. كابتن هشام توقعات حضرتك النهارده؟ 3-0 ان شاء الله برضه، هيجرب كل اللعيبه، هيجرب كل اللعيبه بشكل كبير يعني. ان شاء الله و3-0. اشكرك يا كابتن هشام. لازم نروح لارض الملعب لحظات وستنطلق المباراه، نروح لكابتننا كابتن عزب الشرماجي معلقنا، هنتابع ونتمتع ونشوف بقى كره طايره، يعني نتمتع مع بعض ونشوف النادي الاهلي والجماهير، نشوف التابلو الجميل اللي احنا كل يوم بالحقيقه بنستمتع بيه في ملوك الصالات. فالى هناك.
شكرا جزيلا معلقنا الكابتن عزب الشرباجي. إذن انتهت مباراة النادي الأهلي والشرطة الإيفواري في ثاني أيام البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الرجال رقم 37 والتي تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بفوز النادي الأهلي 3-0. تفوق واضح وكبير للنادي الأهلي، طمننا بشكل كبير على فرقتنا. ألف مليون مبروك، وكالعادة الأهلي مصدر السعادة. إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي بيتم اليوم الثاني بمباراتين بفوزين ما شاء الله تتشود، ربنا يكرم النادي الأهلي ويستمر على ذلك حتى يعني يتصدر مجموعته. قبل ما نتناول المباراة بشكل فني ونطمن على فرقتنا، أكيد برحب بضيوفي للمرة الثانية الكابتن فؤاد عبد السلام المدير الفني السابق للنادي الأهلي ونجم النادي الأهلي طبعا السابق ورئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة السابق. أهلا بك يا كابتن فؤاد، منورنا. أهلا كابتن هيثم، وألف مبروك للنادي الأهلي الفوز التاني لينا وللنادي الأهلي ولجهازه ومجلس إدارته. ألف مبروك كابتن. برحب للمرة الثانية أكيد بالكابتن هشام بدراوي المدير الفني لمنتخبات الأنسات في الاتحاد المصري لكرة الطائرة. أهلا بك كابتن هشام. أهلا بك وألف مليون مبروك. مبروك للنادي الأهلي وجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي. كابتن هشام، مباراة اليوم أكيد مش المكسب بس هو أهم مكاسبنا، أكيد في هناك مكاسب أخرى، ما هي يا كابتن؟ زي ما قلنا في الأول لازم يلعب المعد الأساسي مع هو عملها النهارده بس عكسها. يعني بدأ بالمعد البديل مع الأساسي وجي غير بعد شوط ونص بالظبط، غير حط المعد الأساسي مع اللعيبة البدلاء. عشان يعني ما توقعنا حصل، زي ما توقعنا حصل بالظبط. كابتن ميدو عمل نفس الطريقة اللي احنا قلناها في أول الكلام إن هيحصل، لازم يحصل كده ودي حاجة طبيعي. فكابتن ميدو ما شاء الله يعني، والاتنين من الشفاء لأحمد عبد العالي طبعا. ربنا يشفيه، تكون إصابة خفيفة إن شاء الله يعني. طيب أستاذينك يا كابتن، هنروح لزميلنا مراسلنا في قناة النادي الأهلي أمير هشام ولقاء مع اللاعب عبد اللطيف. اتفضل يا أمير. بجد التحية بيك يا كابتن هيثم، مبروك ليك ومبروك لضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. انتصار تاني للنادي الأهلي مع بداية البطولة الأفريقية للكرة الطائرة، وأكيد انتصار مهم طبعا في مشوار النادي الأهلي نحو الحفاظ على البطولة دي للموسم الثاني على التوالي. لكن معايا في هذه اللحظات كابتن عبد اللطيف عثمان أحد نجوم النادي الأهلي النهاردة. طبعا برحب بك يا عبد اللطيف، وأكيد مباراة كبيرة جدا، فوز كبير وأداء جيد وانطلاقة قوية كمان في البطولة إن شاء الله، وتقدروا ان انتوا تواصلوا في هذه البطوله ومن ثم الفوز وتحقيق البطوله ان شاء الله مع نهايه. والله الحمد لله النهارده ماتش الفرقه عملته بشكل كويس. طبعا مستوى الفرقه ممكن ما يكونش على المستوى المطلوب، بس الحمد لله احنا ادينا شكلنا كويس ونفذنا اللي احنا مطلوب مننا ان احنا نطلع بالماتش باسرع وقت ممكن وباقل مجهود عشان نقدر نحافظ ان احنا نقدر نتمرن بشكل احسن الصبح ونقدر نلعب الماتشات دي بالليل عشان نبقى جاهزين ان شاء الله للادوار الجايه ان شاء الله. الفريق لما يكون ضعيف بالشكل اللي احنا شفناه ده، يمكن فريق مش قوي قوي، هل ده بالنسبه لكم عامل ايجابي ولا سلبي من وجهه نظرك؟ بص، هو ممكن يبقى فيه عامل ايجابي كبير ان انت تقدر تنفذ عليه الشغل اللي انت عايز تنفذه، ان انت الحاجات اللي متمرنين عليها تقدر تنفذها عشان الماتشات الكبيره ان شاء الله تقدر تبقى الفرقه جاهزه، ونقدر كمان تقدر تجرب كل اللعيبه اللي معاك والناس كلها تبقى جاهزه طول البطوله ان شاء الله. البطوله شايفها ازاي شكل المنافسه فيها، خصوصا ان في بعض الفرق المصريه سواء طلع الجيش سموحه الطيران وايضا بعض الفرق الليبيه قويه وبالتحديد فريق السواحلي يمكن فريق جيد جدا وشفنا اداؤه جيد جدا خلال البطوله. والله البطوله يمكن هتبان بشكل اكبر من اول دور الثمانيه، فعندنا اربع فرق من مصر وعندنا فرقتين من ليبيا وعندنا فرقه من الجزائر وفي فرق كينيا كمان، في فرقه كينيا السجون الكيني فرقه كويسه وفرقه قويه. ان شاء الله من دور الثمانيه هتبدا تبان ملامح ان شاء الله والدنيا هتبقى عامله ازاي ان شاء الله. شكرا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ومعايا في هذه اللحظات احد لاعبي النادي الاهلي كابتن شكري الجويني. برحب بك في البدايه شكري وببارك لك على الفوز النهارده، فوز كبير بالنادي الاهلي. الله يبارك فيك على الفوز ذايا، والحمد لله يا ربي بدايه كانت موافقه يعني من امبارح من اليوم. صحيح المستوى الفني ما كانش قوي برشا، اما الحمد لله يعني نحن كل فريق نعطيوه المستوى نتاعو، يعني ننزلوا نلعبوا بالمستوى نتاعنا ومعناتها قدام اي فريق. اول موسم ليك مع النادي الاهلي؟ ها ايوه اول موسم. محترف تونسي طبعا ولعيب كبير ولعيب في المنتخب التونسي، لكن كلمني الاجواء في النادي الاهلي شايفها ازاي، المنافسه كمان على بطولات من النادي الاهلي، دايما اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها لازم بينافس عليها وخصوصا لو بطوله كبيره زي البطوله الافريقيه.
أكيد أي نادي كبير باش تلقاه ينافس على البطولات الكل، يعني ما نتوقعش أنه أي نادي نجم يعني يمشي على التتويجات، يلوج على التتويجات إلا ما يكون فريق كبير. بصراحة يعني أنا مرتاح يعني في النادي الأهلي، الحمد لله يا ربي، يعني مانيش لاقي ولا مشكل، فده اللي مسهل العملية شوية. عدم تواجد الفرق التونسية في البطولة يسهل البطولة شوية ولا شايف إيه؟ لا ما يسهلش البطولة، البطولة صعبة صحيح، لو كانت الفرق التونسية لو ترجي كان موجود كانت البطولة تكون أقوى، أما المشكلة أنه يعني ما فيش سهلة ولا صعبة، الماتشات كلهم صعبة بالنسبة لنا احنا، واللي يقول يعني البطولة دي سهلة عشان الفرق التونسية ما جاتش، لا، عشان البطولة هذية يعني تكون من أصعب البطولات، يعني أنت منظمها في النادي في القاعة متاعك، يعني ده لوحده كفايه انه الضغط اللي يكون متوجه، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. شكرا. لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم عقب هذا الفوز الكبير للنادي الاهلي والفوز الثاني للفريق في هذه البطوله، لكن معايا في هذه اللحظات مستر باكيتي المدير الفني لفريق الشرطه الايفواري. برحب بيه في البدايه وبقول له هارد لك على المباراه. Alors bienvenue bien sûr à l'Ali TV et bonne chance à la prochaine. Merci beaucoup, merci. Ce fut un beau match. Nous sommes une jeune équipe, un an d'existence. Je vous fasse jouer face à El Ali, qui est une équipe d'expérience. Ce n'est pas facile. Mais jouons, on fait ce qu'il fallait. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et nous ne sommes pas trop dessus parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas gagner El Ali. هو طبعا بيقول مباراة كانت جيدة، طبعا هو بيقابل النادي الأهلي صاحب الخبرة، ما كانش متوقع أن يفوزوا أكيد، ولكن هم حاولوا، ولكن طبعا النتيجة كانت الفوز للنادي الأهلي صاحب الخبرة. يعني أهم مكاسب المشاركة بالنسبة لهم من خلال هذه البطولة شايفها إيه في حد ذاتها، وطموحهم واصل في البطولة لحد فين، خصوصا أن النهاردة خسارة يمكن كبيرة بالنسبة لهم. Alors pour cette compétition, qu'est-ce que vous aimeriez faire alors pour participer à cette compétition-là? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes venus pour apprendre. Nous avons seulement une seule année d'existence. Nous sommes pour apprendre, nous sommes une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes pour apprendre. Regarder les grands clubs jouer et apprendre auprès d'eux. Et je pense qu'au fur et à mesure que les années vont passer, un an, deux ans, trois ans, nous allons acquérir de l'expérience et nous allons essayer de produire un bon résultat les années futures. هما بيقول طبعا هو هنا جايين عشان يتعلموا، هيلعبوا مباريات كتير فطبعا هيتعلموا كتير، لسه في الاول، مباراه من بعد مباراه فريقه هيكتسب بالخبرات. تنظيم رايه في ايه؟ تنظيم النادي الاهلي للبطوله واجواء البطوله بشكل عام والناحيه الفنيه للبطوله والمنافسه فيها. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de l'Ahli concernant ce championnat là? Le championnat est très bien organisé, vraiment, vous le dites. Elle a mis les moyens, vraiment, tout est bien fait, c'est vraiment très bien organisé. هو بيقول بالنسبة للبطولة كل شيء مجهز، كل شيء منظم بطريقة رائعة من قبل النادي الأهلي، وهم مبسوطين جدا. شكرا جزيلا. ميرسي بوكو. ميرسي. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، معايا كابتن تامر مجدي طبعا أحد مدربي النادي الأهلي ومدرب العام للفريق. كابتن تامر برحب بيك في البداية وببارك لك، مباراة كبيرة، أداء أكثر من رائع للنادي الأهلي، الواضح الجدية والتركيز الكبير جدا من الفريق إن شاء الله للفوز بهذه البطولة. الله يبارك في حضرتك ومبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك للنادي الاهلي. زي ما انت عارف حضرتك احنا مركزين جدا من اول ماتش، من ماتش امبارح طبعا وكان ماتش الافتتاح، والنهارده برضو الحمد لله مركزين، بنحاول ان احنا نشرك كل اللاعبين، بنجهز كل اللاعبين وبنتمرن برضو ان احنا نقدر نشرك كل الناس، بحيث ان احنا في الادوار التمهيديه والنهائيه وقبل النهائي نكون وصلنا للناس كلها جاهزه وخدت جو البطوله والحمد لله. فرقة يمكن مش بالمستوى الكبير او المستوى القوي، وضح الفروقات الفنية ما بين النادي الاهلي وفريق طبعا اللي واجهتوه النهاردة، لكن ده بالنسبة لكم شيء مميز ولا شيء سلبي بالنسبة لكم، خصوصا في بطولة افريقية زي دي تقريبا او اكيد متطلب المشاركات القوية عشان الناحية الفنية تعلى بالنسبة للفريق؟ زي ما حضرتك بتقول والله هو المستوى كان متواضع شويه بتاع الفريق، بس زي ما انت عارف احنا ابتدينا شغل من البطوله من امبارح طبعا، معانا الكابتن محمد زكريا من
الصبح من اول الماتشات الساعه 10 بنبتدي نعمل تحليل لكل الفرق، بنبتدي نشتغل عليها محاضرات، وبنبتدي نعرف الفرقه كلها اتجاهات وقوى الضرب بتاعه الفرقه الثانيه. فالحمد لله كل فرقه بنعمل لها حساب، نازلين مركزين عارفين احنا هنعمل ايه. طبعا ده بيدخل عليك في الادوار النهائيه بيفيدك جدا، ان انت ابتديت تعرف كل نقط الضعف بتاعه الفرق وابتديت تلعب عليها في المستويات في دور الثمانيه وفي دور الاربعه، وان شاء الله في النهائي بتلاقي الفرق مستوياتها بتعلى. فلازم يكون عندك داتا بتشتغل عليها، وبحيث ان انت تكون ند قوي باذن الله ونحافظ على البطوله ان شاء الله. بكره فريق السجون الكيني هنواجهه، اعتقد فريق اقوى شويه من الفرق اللي واجهناها مع بدايه البطوله، شايف المباراه دي ازاي؟ اعتقد برضو زي ما حضرتك بتقول ان الفريق السجون طبعا فريق محترم كويس جدا، يمتاز بثلاث اربع لعيبه كويسين جدا عاملين حسابنا. زي ما قلت لحضرتك كابتن محمد زكريا والتحليل الفني، بنقدر نشتغل على المحاضرات، عارفين اتجاهات الضرب بتاعتهم والقوى المميزه فيهم، نشتغل عليها ان شاء الله، وباذن الله نقدم مباراه كويسه جدا ونسعد النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. الحاله الطبيه بالنسبه للفريق، الحاله الفنيه كله تمام؟ في اصابات النهارده او حاجه؟ كله جاهز للمباريات المقبله ان شاء الله؟ والله الحمد لله الفرقه كلها جاهزه الحمد لله، باستثناء الاصابه النهارده اللي ابتدينا في اول المباراه النهارده، كابتن احمد عبد العال حس بالتواء في القدم، فما رضناش ان احنا نجازف او نخليه يكمل او حاجه، حبينا ان احنا نريحه طبعا، ويتعرض على الدكتور محمد شكل والدكتور هيثم الضبع طبعا معانا، يقدروا يشخصوا الحاله لما نروح الفندق ونشوف ان شاء الله اذا كان هيحتاج راحه او النهارده يقدر ان هو يعمل اي اشاعات او اي. واضح ان هي اصابه كبيره ولا ايه؟ طمن. لا ان شاء الله ما تبقاش اصابه كبيره باذن الله، ويلحق بالمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. توفيق ان شاء الله، مستنيين منكم بطوله ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا. ده طبعا كانت لقاءات ما بعد مباراه النادي الاهلي وفريق الشرطه الايفواري، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط للا شيء، واكيد بدايه قوية مميزة من قبل النادي الأهلي في هذه البطولة، سعى نحو الفوز ليها بيها طبعا الموسم الثاني على التوالي، بعد ما قدر النادي الأهلي أن يفوز بها الموسم السابق في تونس وأمام فريق النجم الساحلي في النهائي بنتيجة 3-1. إن شاء الله نتمنى النادي الأهلي يستمر على هذا المنوال ويحقق أو يستغل طبعا تواجد البطولة هنا في أرض النادي الأهلي وبتحديد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عشان يقدر يحقق إن شاء الله وتبقى البطولة رقم 13 في تاريخ النادي الأهلي من خلال البطولات الأفريقية الكرة الطائرة للرجال. وطبعا طبعا الان عوده ليك يا كابتن هيثم في الاستوديو، اتفضل. الزميل امير هشام شكرا جزيلا ليك، لقاءات مهمه، لقاءات بشكل كبير جدا حطتنا على امور يعني محتاجين نعرفها. الاول طبعا بنقول لاحمد عبد العال الف مليون سلامه عليك، اصيب بالتواء بالكاحل في اول المباراه، ان شاء الله نطمن عليه، وان شاء الله الدكتور هيثم يعني يعمل معاه يعني ما يجب عشان ان شاء الله احمد عبد العال يلحق المباراه القادمه. واكيد باذن الله احنا عندنا ثقه في الجهاز الطبي ان شاء الله احمد سيلحق بالمباريات التاليه باذن الله. خلينا اقول انه واضح من اللقاءات اللي تمت مع اللاعبين ومع الجهاز الفني انه في تمرين صباحي كل يوم، وفي ماتشات بعد الظهر او الماتشات اللي هي بتبقى مش على مستوى عالي زي مباراه النهارده وامبارح بتتاخد كتدريب لتنفيذ بعض الجمل المتفق عليها صباحا. يعني المباراه بعد الظهر او المباريات المسائيه اللي بنلعبها دي في البطوله بتبقى بشكل كبير فرصه لتنفيذ والتدريب على بعض الجمل التكتيكيه اللي بيتمرن عليها الفريق صباحا. شفنا كمان انه مش بالضروره النادي الاهلي يلعب بكل قوته اداء قدام الفرقه دي، واللعيبه فاهمين كده، فدي فرصه كويسه لكابتن ميدو انه يجرب كل اللاعبين. كابتن فؤاد، يمكن مباراه النهارده اكيد مش الفوز 3-0 هو اهم مكاسبها، يعني راي حضرتك اهم مكاسب المباراه النهارده ايه؟ انا بس عايز امور يعني ملخص اهم مكاسب المباراه. ان الكابتن محمد مصلحي اشرف 13 لاعب، الوحيد اللي ما اشتركش النهارده هو محمد معوض الليبرو. فاشرك كل اللعيبه اطمن على حاجتين اللي احنا كنا اتكلمنا فيهم قبل المباراه. اطمن على شكري تمام، ان هو اشركه في مركز اربعه وظهر بصوره جيده ولعب تقريبا طول المباراه يا كابتن، لعب الشوط الاول والثاني. اطمن على احمد سعيد انه يوديه في مركز اثنين مره ثانيه، بالرغم ان هو لاعب محمد عادل برضه في مركز اثنين، فجرب الاثنين بجانب احمد قطب، فهو هيشوف ايه سير اللعيبه علشان يقدر ان هو يلعب. وده برضه قلناه، يمكن انا سالت حضرتك في الاستوديو قبل اللقاء قلت لك ايه المشكله ما يرجع
احمد حسام تاني احمد سعيد احمد سعيد انا اسف لمكانه الطبيعي مركز اثنين، قلت لي هو في اربعه سوبر دلوقتي خلاص هو مركزه اربعه بس بيقول لك في الامرجنسي الامرجنسي اعمل ايه في الكروس باصير احتاجه في الكروس باصير في الكروس باصير لان ده مركز حساس جدا جدا موجود هو بيطمن عليهم ايضا في نقطه يعني النهارده سهلت على النادي الاهلي واعتقد تعليمات مصلحي كانت واضحه جدا ان احنا نركز على الارسال من عندنا صحيح فارسالاتنا كانت موفقه جدا فتحت ثغرات ما فيش عندهم كره اولى ولا استقبال كره اولى نتج عن الكلام ده ان الباصات كلها كانت عاليه لا في هجوم سريع ولا مركب حائط الصد بتاعنا كان موفق صحيح. عندهم نقطتين كويسين جدا هم كمان ادونا حاجه من عندهم ان جميع ارسالاتهم كانت سهله جدا بالنسبه لنا طيب. فقدر ان هو سواء حسام يوسف او عبد الله عبد السلام يعملوا التشكيلات الهجوميه زي ما هم عايزين صحيح. المنطقه الاماميه والمنطقه الخلفيه وساعدوا فرقتهم كويس جدا الثلاث نقاط دول عملوا تفوق خلوا المباراه تخلص في 54 دقيقه وبسكور 25-4 25-10 25-11 فارق كبير جدا نتيجه لحسن ارسالات النادي الاهلي وسوء استقبال فريق الشرطه الايفواري وايضا لسهوله ارسالاتهم الموجوده بالنسبه للنادي حضرتك حاسب كمان المباراه خدت كام دقيقه يا كابتن 54 دقيقه 12 دقيقه الشوط الاول 18 الشوط الثاني 22 دقيقه يعني الشوط الثاني ما تعديش حاجه زي كده عليك يا كابتن فؤاد ما هو الماتش كله ما كملش ساعه لان لما تدي 6 دقائق كمان 47 دقيقه ما هو لما تدي 6 دقائق يا كابتن هشام معاهم ادي الساعه كلها خدت ساعه مباراه يعني بس خلينا برضو نقول يا كابتن ان يعني النهارده اشراك 13 لعيب دي اكبر مكاسب المباراه الحقيقه يعني مش هنلاقي الفرصه دي كانك مباراه تدريبيه على ملعبك طبعا بتعمل مرتاح بتشوف الدنيا فيها ايه بتطمن على لعيبتك منعم النهارده مطمنين عليه الحمد لله ربنا يشفيه ويكمل شفائه دايما على خير ويبقى في المستوى ده دايما يا رب على طول وماتش ولا التاني بيتحسن بس انا بهني مصلحي كمان على الصافي وعلى عبد الرحمن طبعا اثنين من نجوم فريق 21 و19 سنه بيثبتوا اقدامهم دول مستقبل النادي الاهلي وبرافو مصلحي ان هو بيديهم الفرصه وهيلاقيهم ان شاء الله في الماتشات المهمه يعني يا كابتن اعتبر ده مولد يوسف وعبد الرحمن مولدهم الحقيقي مع الفريق الاول البطوله دي اكيد طبعا اكيد اكيد وعلى ملعبهم يعني بالتالي الاثنين لعيبه دول محظوظين الحقيقه انه يبقى البطوله افريقيا اللي هي طالع فيها واللي بياخد مكانه فيها واللي بيبتدي يحط رجله فيها يعني على ملعب النادي الاهلي انا بدون صوتي لصوتك طبعا بتمنى الف سلامه للكابتن عبد العال انه يرجع سلام. بسرعه والجهاز الطبي في النادي الاهلي قادر على هذا الكلام لانه سبرين بسيط يعني بسيط. مش جامد تالي تلج وان شاء الله بس هي التتابع الماتشات يا كابتن دمب يعني ممكن يفوتوا على الاقل ماتشين مثلا يعني ممكن بكره وممكن بعده طيب كابتن ايه راي حضرتك احنا معانا الكابتن احمد عبد العال على الهاتف ونطمن منه بنفسنا على حالته الف مليون سلامه يا ابو حميد الله يسلمك طمنا يعني الاسبرين جامد ولا يعني طمنا عليك احمد انا بس اسلم على الكباتن الاول انا الحمد لله يعني مش اسبرين انكل هو جزع في الرباط بتاع القصبه بسبب ان يعني وانا بجري ورا الكوره رجليا لفت شويه بس الحمد لله خفيفه ان شاء الله طب الحمد لله يعني انا شفناك اثناء المباراه بتحط تلج ورافع رجلك عشان الالم يعني بيتهيألي ان شاء الله يعني مع اللي هيقوم بيه معاك النهارده الدكتور اكيد الدنيا هتبقى احسن يا احمد يا رب ان شاء الله باذن الله طب احمد كلمني عن مباراه النهارده كلمني عن يعني فرق المستوى واضح بس انتوا كلاعيبه نازلين عندكم هدف من هذه المباراه ايه الهدف الرئيسي كان ليكم النهارده يا احمد هو طبعا احنا الفتره اللي فاتت دي كان في ماتشات كتير فطبعا احنا كلنا دلوقتي بنريح الماتشات الاولى الحمد لله سهله شويه فاحنا كلنا بنلعب عشان نريح شويه عشان نجهز الماتشات المهمه باذن الله باذن الله طب احمد احنا المفروض هنرد على انهي مجموعه يا احمد احنا هنرد على المجموعه بتاعت الجيش انهي معلش انهي مجموعه تانية يا ابو حميد ليه هنرد على انهي مجموعه يعني انهي مجموعه اللي هنرد عليها الرابعه الرابعه الليمبيك الدائري يعني احنا ممكن بنسبه كبيره هنرد على يبقى تقريبا فعلا اولمبيك مانيلا الجزائري خلي بالك بكره ان شاء الله فريق اولمبيك هيلاعب الجيش
ان شاء الله طلائع الجيش المباراه اللي قبلنا، فاكيد بشكل كبير هيبان كل الفرق او كل الورق الاوراق الرابحه بتاعه اولمبيك مليله، لان احنا كده بالمنظر ده غالبا بنسبه كبيره ان شاء الله يعني هلعب. طب مباراه السجون بكره اخبارها، انت اتفرجت على الفرقه يا ابو حميد؟ طبعا في فرقه كينيا فرقه حلوه فيها لاعبين او ثلاثه كويسين، بس احنا طبعا ان شاء الله يعني الذهب باذن الله. باذن الله ابو حميد. طيب انتوا دلوقتي المفروض هترجعوا الاوتيل تاني يا ابو حميد، عندكم تمرين صباحي ولا بكره مفيش تمرين؟ اكيد عندنا تمرين الصبح عشان الماتش بتاعنا بالليل الساعه 8 فلازم نتمرن الصبح. طب التمرين الصبح بيبقى ارسالات واستقبالات بس ولا هل بيبقى فيه تمرين حته بدني شويه جري يعني؟ في شويه جيم كده خفيف لمده ساعه او ساعه الا ربع، وبعد كده بنخش على الملعب شويه تريكات على شويه استقبال كده وارسال. طب قول لي يا ابو حميد، انتوا بتتمرنوا في الصاله الرئيسيه ولا بتتمرنوا في الشهداء؟ لا الصبح في الشهداء. في الشهداء انما ما بناخدش ولا ساعه على الملعب الرئيسي؟ لا، لان الماتشات بتبدا من بدري قوي. من بدري صحيح. يلا ربنا يطمنا عليك ابو حميد، الف مليون سلامه. احمد عبد العال نجم الفريق اللي اصيب النهارده بالتواء في وتر القصبه، الف مليون سلامه عليك، ان شاء الله ترجع سريعا. وطبعا اكيد دكتور هيثم يعني دكتور الفريق معاكم من فتره وهو عارف حال كل لاعب، اكيد ان شاء الله هيعمل معاك احدي لقطات لاصابه احمد والدكتور معاه وكان بيحط ثلج في المباراه، اكيد ان شاء الله هنطمن عليك بكره كمان واكيد تلحق بالمباريات اللي جايه ان شاء الله. كابتن هشام يعني يمكن احمد ربنا يشفيه مركز أربعة يعني ان شاء الله يرجع واضافه قويه، بس احنا عندنا مركز أربعة ما فيش مشكله، عندنا احمد سعيد، عندنا شكر الجوين، عندنا يوسف حمدي الصافي، عندنا مجموعه من اللاعبين في مركز أربعة. منعم كمان، منعم كمان، احنا مطمئنين على المركز أربعة ان شاء الله يرجع لنا بسم الله ان شاء الله سالمه. بس بكره مباراه على فكره اللي هي نهائي المجموعه. برافو عليك، صح يا كابتن، يعني ماتش بكره نهائي المجموعه، نهائي بكر المجموعه، يعني احنا بكره نهائي المجموعه بتاعنا، اللي هيكسب ان شاء الله وان شاء الله الاهلي هيبقى اول مجموعه باذن الله. وكويس تقريبا وكويس احنا سالنا احمد عرفنا ان احنا نرد على المجموعه الرابعه اللي فيها نرد على المجموعه الرابعه اللي فيها الجيش. انا عشان كده انا قلت يمكن هي المشكله هنا في الجيش، لا قدر الله لو طلعت ماتش تبقى مشكله. بس هو لا بس هو بيتهيألي بكره الجيش هيكسب مجموعته. هقول لحضرتك ماتش طلائع الجيش بكره ان شاء الله هننقله للساده، اللي احب بس اقول للساده المشاهدين بكره هننقل مباراتين ان شاء الله، مباراه نادي الجيش واولمبيك مليله الجزائري، ودي هتبقى المباراه الساعه ان شاء الله 6، والمباراه الساعه 8 الاهلي والسجون الكيني ان شاء الله. احنا عندنا بكره يوم طويل، عندنا وجبه كبيره جدا لكره الطائره وماتشين مهمين، الجيش واولمبيك مليله هيبقى اول وثاني مجموعته، غريبه هي جت كده بالصدفه. والمجموعه دي المجموعه الرابعه، المجموعه الاولى اللي فيها النادي الاهلي والسجون الكيني برده مباراه النادي الاهلي والسجون الكيني هتبقى على المركز الاول والثاني. فبكره الاربع فرق دول ان شاء الله هيقابلوا بعض، يعني ان شاء الله ممكن باذن الله في حاله فوز الجيش طلع الجيش ان شاء الله بكره على اولمبيك مليله، وان شاء الله فوز الاهلي والسجون الكيني، وده الطبيعي اللي احنا شايفينه طبيعي يعني ما فيش اي تغيير، هيبقى في كروس، الاهلي هيلاعب اولمبيك مليله والجيش هيلاعب السجون الكيني. ده بشكل كبير المباراتين بكره هنشوف الشكل ده تاني في الدور الثمانيه غالبا، يعني بيتهيألي ده حسابات الطبيعيه يا كابتن هشام، يعني ان شاء الله طلع الجيش ان شاء الله باذن الله طلع الجيش يكسب بكره والاهلي يكسب بكره ونعدي المرحله دهيت لغايه بقى النهائيات ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طب كابتن قول لي يعني الجد هيبتدي رسمي من دور الثمانيه، يعني احنا شايفين المجموعه ده المجموعه اللي فيها المجموعه الثالثه اللي فيها سموحه بشكل كبير هي اللي فيها يعني زي ما بيقولوا منافسه جديده. انما احنا بالنسبه للثلاث مجموعات الثانيه حتى النادي الاهلي الجد هو دور الثمانيه. دور الثمانيه في الاول الكلام قلنا دور الثمانيه هو اساس، زي ما كابتن فؤاد قال بنقسم المجاميع ثلاث مجاميع، مجموعه اولى وثانيه وثالثه. الاولى دي اللي هي المستوى العالي ده هو هيبدا من دور الثمانيه، هم دي هتبقى واضحه جدا فيها المباراه، المباراه على المستوى عالي وجات زي المستوى زي بطوله البنات بالصدفه. ان فعلا المستويات فعلا اللي في الاخر بيوصل الفرق زي ما شفنا في البنات تونس والجزائر وتونس وكينيا، كينيتين تونس ومصر هم اللي وصلوا دول الاربعه، وهم دول فعلا احسن اربع فرق وكانوا متوزعين. ان شاء الله برضو هنلاقي في البطوله دي نفس الطريقه. طب كابتن النهارده في الناحيه الفنيه في المباراه هل كان في كابتن ميدو النهارده شارك حد في غير مركزه ولا يعني كلمني على الروتيشن اللي عمله كابتن محمد مصالح النهارده؟ هي اصابه عبد العال في اول شوط خلاه غصب عنه لازم يغير حاجات، لازم يغير اماكن، مركز لعيبه احتياجا الله اعلم عبد العال هيلعب ولا لا، من النهارده من دلوقتي من اول الشوط التاول مصيب فيها بدا يغير بتاع، شفنا رجع عادل تاني في
ثلاثه، احمد الولد اسمه ايه لعب في اربعه، احمد سعيد لعبوا في اربعه تاني، رجع تاني يعيد التشكيلات الاساسيه. عايز ربما عبد العال ما يرجعش، ربما عبد العال ما يرجعش، فدي كانت يعني كان في تغيير اضطراري. اضطراري هو هو يعني هي دي قطعا قطعا قبل كده اتمرن عليها، عمل تجارب عليها قبل كده كتير جدا، مرن فرقته عليها، بس النهارده جت اضطراري فعلا باصابه عبد العال في اول مباراه. طب يا كابتن برضه كلمني عن مستوى اللاعبين فنيا صغارين، يوسف حمدي الصافي وعبد الرحمن، يعني شايف ان ده بدايه جيده ليهم؟ شايف اشتراكهم مفيد؟ ممكن يحتاج لهم في المباريات الحساسه؟ يعني شايف اداؤه؟ في لعيب بيطلع بيقول لك لا انا مكاني موجود ومحفوظ، ولا لسه محتاجين شويه خبره؟ زي ما قلت سيادتك ده مولد نجمين النهارده فعلا، ده مولد كابتن هشام، محمد رمضان معاهم، محمد رمضان صح، ليبرو معاهم، ليبرو نجم، خلي الولد ده ماشي كويس، محمد رمضان صح. الولدون دول النهارده مولد نجوم النهارده اثنين في النادي الاهلي، شايفهم يقدروا يشيلوا يا كابتن؟ نجوم هيقدروا يشيلوا وهيشيلوا ان شاء الله. ان شاء الله ده مولدهم النهارده، وفي مرحله سنيه معينه صحيح اللعيب بيظهر فيها، صحيح عداها ما ظهرش يبقى مشكله، يبقى لاعب عادي، لاعب عادي، ما عادش يبقى نجم. هي دي مشكله بقى عندنا، ان في سن معين الولد ده لازم او البنت دي هي في الوقت ده لازم تبقى نجمه او لازم صحيح تظهر، صحيح ما تبقاش بديله، ما تبقاش. صحيح. فالنهارده الولدين بسم الله ما شاء الله مولد نجمين النهارده للتاء، وهنشوف ان شاء الله في صحيح في الموسم الجديد تغييرات كتير قوي. يعني بتتفق معايا في الحته دي يا كابتن، ان الاحلال والتبديل في الفريق ده يعني ممكن تاتي بثمارها قريبا في النادي الاهلي؟ انا في موضوع تاني بقى خالص عايز اكلمك فيه. خش فيه على طول يا كابتن فؤاد اتفضل. انا معجب بهيثم السعيد جدا كمذيع، بيدير الحوار بسؤال مميز جدا ساله لعبد العال، انتوا بتعملوا ايه الصبح يا عبد العال؟ تمرينكم بيبقى ارسال واستقبال، يعني انا كنت معجب بيه جدا. ربنا يخليك يا كابتن. السؤال ده ما يطلعش الا من واحد رياضي قدير. البرنامج الصباحي اللي هو بيتم في النادي الاهلي زي ما الاداره بتتعاقب ادارات النادي الاهلي، برضو النواحي الفنيه بتتعاقب، صحيح، سواء معايا سواء مع كابتن توفيق واخد منه، سواء كابتن ابراهيم فخر الدين، سواء ميدو. الفتره الصباحيه فطار الساعه 8، بعد الفطار التوجه الى النادي الاهلي، بياخدوا التمرين الصبح كله ساعة ونص، نص ساعة بدني معاهم مدرب الأحمال، لأن دي فترة تثبيت الأحمال، يعني ما ينفعش إن أنا أغفل الجانب البدني أبدا، لكن ما ينفعش أزود عليه، أزود أحافظ، فأنا بحافظ على الأم وصدوره، فكل واحد بيدخل يعمل المجموعات بتاعته سواء في الرجلين سواء في البطن سواء في الظهر سواء في الذراعين، ثم الذهاب إلى الملعب ساعة. الملعب الساعة بيبقى فيه المعدين بيتمرنوا بسرعة، بياخد مثلا 10 دقائق ربع ساعة مع الأجهزة الفنية، في ثلاثة مدربين شغالين معاه، جمعة وكابتن تامر وكابتن ميدو، شوية الاستقبال، نوعية الإرسال بالأماكن بتاعتها شكلها إيه، إذا كان في ضرب زوايا، ضرب خطوط، ضرب سريع، مع العلاقة ما بين دول ودول، الساعة بتخلص، بنخلص يبقى دول الساعة ونص، بيركبوا الباص وبسرعه على الدش، ياخدوا دش ويخلصوا، وقبل الغداء المحاضره الفنيه. المحاضره الفنيه دي لا تزيد عن تلت ساعه ولا تتعدى من نص ساعه. بيبقى الكابتن محمد زكريا اللي هو الاوبريتور بتاع الفريق التقني، المحلل التقني، مجهزها حضرتك بحيث ان اللعيبه تحفظ وتسمع، ويبقى الواجبات موجوده. علشان كده لما اللعيب بيرفع ايده للمدرب بيبقى عارف انه مصلحي قال له ايه وهو غلط في ايه. ده البرنامج، السؤال اللي انت سالته دي اجابته بحذافيرها يعني للساده محبي النادي الاهلي كلهم اللي بيتفرجوا عليه. يا عيني عليك يا كابتن فؤاد، والحقيقه يعني اتفضل زود حته على الكابتن فؤاد برضو، في حته الصعب الصبح ديت فيها جزء العملي للمحاضره بتاعت بالليل بتاعت بعد الظهر، صحيح، يعني تدريب في الملعب، جزء عملي في المحاضره بتاعت اللي هو هيديها المحاضر بالليل او الظهر او حسب وقت ما، فيها الجزء العملي، ترتيب الدوران مع من غير مجهود طبعا، بتتعمل بناحيه معينه اللي هو الجزء العملي، على اساس ان ما بيجي يدي المحاضره الجزء العملي الصبح خده مع التطبيق النظري، فبينزل اللعيب في الملعب
جاهز مين. طب كابتن ساعات المدير الفني بيطلب من اللاعبين ارسال موجه، بيبقى يكون في مشكله، وشفنا الكلام ده مع كابتن حمدي صافي، كان في ماتشات كسبها كده، عايزين نلعب السيرف على مركز معين، احنا في التدريب الصبح ده بيبقى في التدريب الصبح طبعا. وبيكون كمان وهل يعني بيتعمل سيميوليشن للموقف ويقف اللعيب ويبقى يعني وعارفين امتى الروتيشن بتاعنا مين هيبقى على السيرف وهيبقى هو يعني الكلام ده كله بيدرس الصبح بالاقماع الجزء العملي. الجزء العملي ده هو الصبح بينزل بيجي المدرب بالجزء العملي اذا كان ارسال مواجهه. برافو على المخرج اهو، شوف هو ده معلش عيدوا لنا تاني كابتن فؤاد بيقول برافو طبعا ليكم في الاخراج، معلش رجعوا لنا بقى تاني، انا احب كده دايما نكون في لينك مع بعض وكل الكرو تمام. طب ماشي رجع لي بقى كده الارسال ده تاني يا كابتن فؤاد، يعني محتاجين نشوفه الارسال بتاعنا الارسال بتاعنا احنا مش بتاعهم. طيب خليني بس الاول يا كابتن فؤاد، احنا طبعا بنتابع البطوله ولكن احنا في ملوك الصالات عينينا على كل الناشئين وقطاع الناشئات وكل حاجه. النهارده بنبارك لفريق ناشئات 18 سنه للكره الطائره بتتويج بطلا للجمهوريه بعد الفوز على الشمس 3-0. الف مبروك. الف مبروك. اهو الارسال اهو الاول ادي ده احمد سعيد. شوف ده ارسال متفق عليه بيتلعب من مركز واحد سبايك. هيتلعب سبايك فلوتر او سبايك صاحب مموج. بص مثل ما مدروس هو رايح فين بالظبط بيتلعب. لا النمره دي معروفه. زكريا قايل له عليها. وغير كده خلاص الاستقبال ما عندهم جه وحش شكرا. خلاص بقت سهله شكرا بقى خلاص. بص حتى ارتقائه ضربه ما خلاص بره قوي خلاص قدرنا ناخد بيها نقطه. وعبد الله ما شاء الله في الاعداد لا شغل يعني ربنا يا رب يكرم باذن الله. حزين الكلام ده في الماتشات القويه ابتداء من دور الثمانيه، احنا ثقه كبيره جدا في اولادنا يعني بامانه. وخلينا نقول بقى تاني معلش الخبر تاني، ناشئات 18 سنه للكره الطائره بتتوج بطل الجمهوريه بعد الفوز على الشمس بنتيجه 3-0. الف مبروك. هو ده النادي الاهلي كابتن فؤاد. المباراه كانت في اسكندريه على فكره، المفروض كنت انا هناك. كانت في اسكندريه كنت حضرتك رايح. كنت انا رايح بس انت طلبتوني. لا معلش يا كابتن بقى يعني ايه احنا بكنا بطوله افريقيا كم مره في السنه يا كابتن. معلش يا كابتن هشام بقى، وانت حضرتك عمرك ما بتتاخر على قناه النادي الاهلي الحقيقه. حتى كابتن فؤاد التحيه مع كابتن هيثم متفق معايا فيها في الاسئله. طبعا ربنا يخليك كابتن. اسئله فنيه، اسئله ممارس. ربنا يخليك ممارس يعني ممارس اللعبه وعارف صبح في كل الالعاب في نفس اللي بيحصل في الفولي ده. طبعا نفس طالب يعني شرف كبير ان حضرتك تقول يعني قامات كبيره حضرتك قامات كبيره جدا وده شرف. وانا يعني اقل واحد في الاستوديو قاعد بتعلم من حضراتكم وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على الكلام ده ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما يا كابتن. بس خليني اقول ان ده النادي الاهلي يا كابتن دايما بتلاقي حتى الفريق الاول بيلعب بطوله افريقيا، الناشئين برده ناشئات شغالين، بطولات بتخش كل يوم، الدنيا سيستم شغال، الدنيا في النادي الاهلي بطولات لا تنقطع الحمد لله رب العالمين. اكيد طبعا لان في اداره نشاط رياضي مميزه جدا الكابتن رؤوف عبد القادر برضه بنبارك له، بيتابع كل النشاط دوت مش بس الفريق الاول لا ومعاه كمان الفرق الاخرى قطاع الناشئين والناشئات والشباب والشابات طبعا للرجال والانسات كل الكلام دوت بيبقى في منظومه واحده. صحيح يا كابتن. ومعانا اولياء امور دلوقتي ما شاء الله بيجروا ورا اولادهم في كل حته. صحيح. فلا النادي الاهلي غني باولاده جدا جدا ولا يقبل مركز ثاني. صحيح. لا يقبل مركز ثاني ولا في لا تمثيل مشرف ولا لعبه حلو ولا ما فيش الكلام ده. تجيب البطوله وتتحاسب كمان وانت كسبان. يعني لازم المكسب دوت برضو لو في ثغرات تبدا بيبان. بيلفتوا نظر المدير الفني اللي موجود او المدرب، لان المدرب عليه مدرب 18 له مدير قطاع. صحيح. موجود. والمدير القطاع موجود معاه مدير فني جهاز وفي مدير نشاط رياضي، لا في منظومه كامله متكامله يعني. صحيح. الجمعه نهائي الانسات درجه اولى والحد نهائي 16 سنه بنات. طيب كابتن انا جالي دلوقتي ان اولمبيك مليله كسب كامبالا الاوغندي، فكده اولمبيك مليله بكره المباراه يعني مع طلائع الجيش خلاص هي كده اول وتاني. ايوه يعني خلاص كده بنسبه كبيره يعني اولمبيك مليله لما يكسب كامبالا يبقى خلاص كده هو برده ماشي ماتشاته، كسب ماتشين من الماتشين نادي طلائع الجيش ماتشين من الماتشين، كل التوفيق بكره ان شاء الله طلائع الجيش باذن الله يحتل صداره مجموعته عشان في دور الثمانيه يكون طريقه سهل ويقدر يوصل للسيمي فاينل. يبقى باذن الله عندنا اربع فرق مصريه وده مكسب كبير زي ما قال كابتن فؤاد وكابتن هشام للمنتخب مصر عشان نرجع تاني نحط الكره الطائره زي ما قلنا في حته تانية خلاص. الحقيقه كابتن فؤاد خليني اقول ان الكره الطائره اللعبه الجماعيه الوحيده الحقيقه اللي انا شايف ان هي قريبه جدا من ان هي تعمل حاجه عالميه كبيره. الكره الطائره عندنا خامات عاليه جدا وعندنا الحقيقه ابناء وكوادر
مش بس لعيبه، لا ده كوادر فنيه، مدربين ومحللين وحتى كوادر اداريه تقدر تحط الكره الطائره في حته تانية ان شاء الله، وهتبقى بطوله افريقيا باذن الله. وخليك حضرتك فاكر كلامي، هتبقى دي بدايه الانطلاقه لكره الطائره المصريه باذن الله. باذن الله باذن الله ان شاء الله هنرجع تاني لبطوله العالم للابطال القارات. انا متاكد ان الدكتور عمرو هيقدر، وان النادي الاهلي هيثبت كفاءه عاليه جدا، وكل المصريين باختلاف انتماءاتهم هيبقوا ورا النادي الاهلي، واداره النادي الاهلي هتكون ورا فريق كره الطايره للرجال. صحيح. ممكن جدا لو قدرنا للانسات والسيدات ده يبقى انجاز. انجاز، بس لو ابتدينا بواحده والموسم اللي بعده يبقى كويس. الحمد لله كويس. وخلي بال حضرتك برضو فريق السيدات الحقيقه ماشي كويس جدا، وكمان فوزوا ببطوله افريقيا، وبعد كده الحمد لله رب العالمين انهى الدوري وحسموا وبطوله العربيه. بطوله عربيه ثلاث بطولات، الرابعه جايه ان شاء الله الكاس، يعني هيبقوا السنه دي ان شاء الله موسم باذن الله الكابتن حمدي الصافي موسم ناجح جدا، وهيبقى وفي القاب فرديه حتى خدتها، يعني انجي ايه الشامي خدت احسن كرسي بصير، احسن لعيبه هي مركزها اثنين، وخدت احسن لعيبه فريده احسن ارسال، مالي احسن ليبرو، كانت شروق تقدر تاخد كاس، نهله سامح كانت تستحق برضو احسن ضريبه، يعني عندنا امور كتيره جدا كان كويسه وايجابيه. خليني برضو نرجع لمباراه بكره يا كابتن فؤاد بشكل كبير، ممكن السجون نشوف بكره يقدر ياخد شوط من الاهلي ولا الدنيا هتمشي 3-0 برضه؟ عيب لا السؤال ده عيب. السجون اعتقد كابتن محمد مصلحي مش هيسمح بهذا الكلام. كابتن محمد مصلحي بينزل بكره فول باور يفكك الفرقه اللي قدامه، بعد اللي قدامه وهيشرك برضه مع جميع اخرى. النادي الاهلي هو النادي اللي بيقدر يلعب مع الفرق الافريقيه السمراء بهجوم سريع ومركب، يفتح ثغرات كتير قوي في حائط الصد. صحيح يا كابتن. النادي الاهلي الارسالات بتاعته هو افضل مرسل في ال 24 فريق اللي موجودين، والنقطه دي بتسهل لحائط الصد وبتسهل لينا ان احنا نقدر نهاجم كويس ونجمع نقاط بسهوله. صحيح. فالمجموعه مش صعب على النادي الاهلي، لكن مش هيبقى المنظر زي الشرطه الايفواري النهارده. لا هيبقى فيه، هيبقى فيه شويه نديه في طبعا يعني في لان الهجوم عندهم احسن، حائط الصد عندهم احسن، ارسالاتهم افضل من الارسالات السهله جدا اللي كانت بتتلعب على النادي الاهلي. ففي الماتش مش هيتقفل، لكن هيبقى المنظر العام افضل من النهارده ان شاء الله. هنشوف كره طايره كويسه. طب كابتن تتفق مع كابتن فؤاد كابتن هشام في الكلام ده؟ طبعا طبعا. هو النهارده المباراه دي تدريب، تدريب رسمي، يعني سميه تدريب رسمي، اما المباراه النهائيه المباراه بكره المباراه فعلا على زعامه المجموعه مين اول مجموعه، ودي مهمه جدا. ان شاء الله متفق مع ان برده ما فيش حاجه اسمها ان شاء الله، ممكن يبقى فيه السكور يتحسن شويه. لا لا ما في طبعا، السكور هيتحسن. لا السكور ممكن يكون زي النهارده برده ان شاء الله، لان الاهلي هيلعب فول باور. يعني برضو انا يمكن جدا يكون سكور زي النهارده بالظبط، بس مع اختلاف هنلاقي مستوى اعلى فنيا من النهارده. طيب. كابتن انا في لاعب يعني الحقيقه انا بحب اشيد بيه دايما الحقيقه في الـ في الـ في, الـ في الاستوديو التحليلي، حسام يوسف. حسام كان هو لاعب او صانع الالعاب الاساسي السنه اللي فاتت، وكان مادي اداء رائع، وبعد كده جه عبد الله عبد السلام رجع لفريقه تاني ورجع بيته، بس بتلاقي في هارموني وفي روح حلوه جدا بين عبد الله عبد السلام وحسام يوسف. انا شايف الموضوع ده عجبني جدا حقيقه، والمكسب بيجي من هنا. مفيش حد بيقول انا مين ده، مين ده جه، مفيش يعني. حسام كان يعني لو لاعب مش حسام اي لاعب يقول لك ده لاعب رجع تاني ياخد مكاني، القصه دي بلا بلا بلا، وانت فاهم الكلام اللي بيتقال. انما في النادي الاهلي مفيش ده. دي شغل المدير الفني. برافو عليك. دي شغل المدير الفني ازاي يعمل انت بتقول حسام وعبد الله على اساس ده مركز واحد بيلعبوا فيها، مع نفس المشكله في مركز ثلاثه في مركز اربعه نفس المشكله، بس دي مشكله المدير الفني. بيدي كل واحد حقه. صح. بيمرن كل واحد، بياخد حقه في التدريب تماما، وبياخد حقه في المباراه تماما، وبيدي لكل واحد حقه في الملعب داخل الملعب وخارج الملعب، مش خارج بس، مش داخل بس، داخل وخارج الملعب. دي نحط تحتها 100 خط. 100 خط. هنا بيحصل ان فيش حتة الحقد والكراهية والكلام اللي بيحصل ده من اللعيبة. لا لا لا، دي شغلة المدير الفني، ودي ميدو عاملها كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. كنا كلنا قلقانين من موضوع عبد الله وعسام، ما عدا الحمد لله نفس مفيش أي خالص. أنا حاسس إن مفيش أي حاجة خالص. هارموني بينزل ده بينزل وده بينزل، وإحنا شايفين عبد الله في الشوط في الأول تايم أوت
رايح بيكلم حسام في المال في التايم اوت بيكلمه بيتقبل منه هو بيتقبل منه صحيح. كابتن فؤاد يعني كابتن ميدو ناجح حتى الان انه يعمل عنده نجوم كتار 14 لاعب ما انتش عارف مين اللي ممكن يلعب. مهمه صعبه ومهمه تقيله على المدير الفني انه ما يخليش حد يهرب منه. حضرتك فاهم قصدي ايه؟ ممكن لعيب يقير يبعد شويه يعمل الموضوع ده مسؤوليه كبيره وبتيجي بالحب وبالترابط بينه وبين اللعيب. الحب والترابط يمثل 20-25% ما يزيدش عن كده. الورقه والقلم يدي لك 75%. النادي الاهلي موفر كل الامكانات معاه محمد زكريا هو الاوبريتور اللي موجود. النادي الاهلي شاري الداتا فولي البرنامج على اللابتوب اللي هو بيقطع الماتش. لا مش بس بيقطع في الاتجاهات زي ما كان بيقول في لقاءات اللاعبين ده بيطلع النسب كمان بتاعتي وبتاعت الخصم تمام. فهنا انا احنا الاثنين بنلعب في مركز ثلاثة. انا خدت كم حائط صد؟ زميلي خد كم حائط صد؟ الاحتياطي لما بينزل بياخد كم حائط صد؟ طب الهجوم السريع بتاعي قد ايه خلصت منه وقد ايه بنضولي وقد ايه حطيت في الاوت بنسب كمان طبعا بالارقام. فهنا بتبدا تيجي الارقام بعلنها على اللعيبه لان ده من شروط التحليل ان اللعيبه كلها تشوف سواء كنت النتائج الاختبارات البدنيه او نتائج الاختبارات المهاريه بتاع كل لعيب. فانا بعلن علشان العب لازم اضرب زميلي ابقى اجيب نسبه اعلى. واحد جايب 90% واحد جايب 85 يبقى ده بياخد الفرصه وبيكمل. الجول كيبر ازاي مانويل جوزيه كان بيلعب ومعاه عمالقه موجودين وكان قادر يوفق ما بينهم ما بينهم جزء فني وجزء اللي هو ازاي يصبر ويشجع اللي تحت ده انه يطلع ويتحسن. صحيح. انا عاجبني جدا جدا كوبر في ان هو اكتشف الجولين اللي هو عواد ومحمد الشناوي الاثنين واخدهم من الدوري والاثنين بيتنافسوا جامد جدا ومعانا عملاق العمالقه وطبعا عصام الحضري. طب كابتن استاذن حضرتك واقطعك عشان ناخد طبعا مدير النشاط الرياضي في نادي الاهلي كابتن رؤوف عبد القادر. اهلا بك يا كابتن والف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن هيثم وبحيي طبعا ضيوفك الكبار قوي 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 كابتننا كابتن هيثم بدراوي استاذنا والاستاذ فؤاد عبد السلام اثنين من اغلى الناس الى قلبي واصحاب فضل على كره الطائره في مصر وفي النادي الاهلي فانا بحييهم واستمتعت في التحليل بتاع كابتن فؤاد في كره القدم. الف مبروك يا كابتن رؤوف المكسب. الف الف مبروك يا حبيبي وده مجهودك ومبروك للفرق الناشئات اللي هي بتكسب برضه في اسكندريه النهارده. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ويعني يعني احسن اختيار الكابتن هيثم النهارده طبعا والمعدين وكده اثنين من اساتذتنا الكبار في الكره الطايره اللي بنعتز بيهم يعني وسعداء بيهم جدا يعني. كابتن رؤوف يعني الف مليون مبروك. عارفين ان في حمل كبير على حضرتك وعارفين حضرتك يعني قدها وقدود ومتحمل المسؤوليه بشكل كبير والحمد لله حتى الان وان شاء الله كلنا ثقه حتى النهايه ان شاء الله التنظيم وكل الامور دي هتعدي على خير ان شاء الله. ولكن طبعا اكيد يعني زي ما حضرتك مهتم بالامور التنظيميه اكيد حضرتك عينك على الفرقه كرجل اصلا فولي بول وعارف كويس قوي الصعاب اللي ممكن يعني تقابل الفريق. شايف فريقنا فريق الرجال ماشي ازاي في البطوله وفرصه ايه في البطوله يا كابتن رؤوف؟ يعني هو الحمد لله احنا في الاول طبعا من الناحيه الفنيه يعني بنحاول ان احنا نوفر كل شيء للجهاز كل ما يطلبه يعني معسكر بولندا اللي قبل البطوله على طول اي معسكرات داخليه هنا اي تدعيم فيما الفريق محتاجه من اللاعبين وطبعا الحمد لله يعني المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي اعتقد ان هي مجموعه كلها يعني نجوم وقادرين باذن الله على احراز اللقب وانا اعتقادي الشخصي يعني باذن الله المجموعه يعني احنا ست انديه اعتقد المجموعه يعني مريحه يعني باذن الله يعني مش عاوز في الرياضه طبعا ما فيش شيء مضمون وكل حاجه لكن انا عايز اقول ان الطريق يعني موحد بالنسبه باذن الله فريق النادي الاهلي بالنسبه للمجموعه وايضا يعني انا اعتقد من الناحيه الفنيه اعتقد ان جميع الخبراء بيرشحوا النادي الاهلي ان هو باذن الله يعني هيصل للمباراه النهائيه
وباذن الله باذن الله يلحق بفريق السيدات ويحرز البطوله باذن الله. طب كابتن رؤوف، يمكن احنا في البطوله الافريقيه وفي خضم المنافسات الشديد ده وكميه المباريات اللي بتتلعب كل يوم، بس اكيد حضرتك برضو شغال بالتوازي وبتستعد لبطوله افريقيا لكره اليد رجال وسيدات، وايضا مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك اللي هتقام في استاد القاهره. كلمنا عن اخر الاستعدادات يا كابتن والكواليس، دايما حضرتك دايما بتخصنا بكواليس، ما هو قادم؟ طبعا زي ما حضرتك قلت، هو الفرق الزمني اساسا ما بين البطولتين حوالي 5 ايام، ما بين انتهاء بطوله افريقيا للكره الطايره للرجال وبدايه كاس السوبر لكره اليد، ويعقبه بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد اللي هيشارك فيها فريقي الرجال والسيدات. طبعا احنا على قدم وساق الاستعداد لكل هذه البطولات. الاتصالات مستمرة مع الاتحاد الأفريقي لكرة اليد من ناحية التنظيمية وتوفير، يعني انت عليك مثلا الصالة المغلقة هينتهي اللقاء مثلا يوم 5، تبقى في خلية نحل لرفع البساط الخاص بالكره الطايره وبدايه اعداد الصاله. في الملعب الاخر بتاع كره اليد هيبقى في صاله الشهداء برضه عشان اعداده وتخطيطه كل ده، نستعد وتعليق الشبك اللي بيبقى خلف المرميين في كره اليد. من ناحيه يعني في احنا انت عارف في بعض المشاكل الفنيه اقول لك بعضها، مثلا ان المفروض ان اللوحات كلها اللي موجوده عندنا القانون كان يبقى 14 لاعب مسجل، النهارده بقى فيه 16 لاعب مسجل. النهارده عشان تعدل اللوحه الالكترونيه بتاعتك في سباق مع الزمن عشان نلحق بهذا، حقيقي خليت نحل المجموعه بتاعت اللجنه المنظمه، مش عايز اقول لك احنا كلنا يعني بما فيهم انا يعني بنشتغل يعني كل يوم من 9 الصبح لغايه 10، يعني حضرتك بتكلمني دلوقتي وانا لسه خارج من النادي حالا. ولكن اللي انا بقول ربنا وفقنا في الاخر لما بنسمع شهاده من الضيوف في حق مصر وفي حق النادي الاهلي دي بتغنينا عن اي حاجه يعني. فنتمنى من الله ان احنا نحسن تنظيم البطوله الحاليه اللي احنا فيها، وطبعا ويكللها فريق الرجال بفوز بيها، وايضا يعني كل المجهود بيتعمل لنجاح بطوله اليد باذن الله. عشان كده انا سالت حضرتك يا كابتن رؤوف، لان انا عارف كويس، عارف القصه دي، وعارف ان احنا احنا بنتفرج على البطوله مبسوطين والدنيا جميله، ولكن في خليه نحل في النادي الاهلي شغاله عشان في بطولتين تانيين. يعني حضرتك بتقول لي مشكله كبيره جدا نقل البساط هيتنقل يتلعب في استاد القاهره، هتلعب الماتشين بتوع السوبر رجال وسيدات، وبعد كده هتبقى عايز تنقل البساط ده تاني ترجعه النادي الاهلي، عندك 12 ساعه من الليل لغايه الصبح تاني يوم. لا الموضوع صعب، وموضوع الحاجات الفنيه بتزود 2 لعيبه في اللائحه في اللوحه الكهربائيه في السلطين يا كابتن رؤوف، الله يكون في عونكم، ولكن حضرتك قدها ودود، وكلنا ثقه في مجلس اداره النادي الاهلي، وكلنا ثقه في حضرتك كاداره النشاط الرياضي ان انتم قادرين على اخراج البطوله بشكل جيد وبشكل يليق باسم مصر في المقام الاول واسم النادي الاهلي في المقام الثاني. بشكرك يا كابتن هيثم، وبشكر ضيوف حضرتك، وبشكر قناة الاهلي، وبالتوفيق دايما باذن الله. ان شاء الله كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك، والضيوف بيمسوا على حضرتك وبيشكروك وبيتمنوا لحضرتك كل الخير. حضرتك عايز تقول حاجه يا كابتن هشام؟ اقول له تدريب احسن لك يا رؤوف. كابتن هشام بيقول لي كابتن رؤوف، لان كابتن رؤوف كان مدير فني كبير في الكره الطايره، فبيقول له كابتن رؤوف عليك بده بايه؟ انت يعني التدريب كان احسن. ده دي لقطات ليه؟ دي لقطات ايه يا جماعه عشان مش باينه معايا؟ اعطات الجد الاحصائيات بتاعتك. الاحصائيات بتاعت الجد. ده على اللابتوب، ده الداتا فولي يا كابتن حضرتك بتقول عليها، الداتا فولي شفت احنا جبناها لك ازاي على طول يا كابتن، متابع والتك على طول. كابتن جمعه اهو كان قاعد كل حاجه هنا لايف على الهواء يا كابتن. والله حقيقه يا كباتن الوقت عدى سريعا، يعني انا بشكرك. في نقطه انا اتفضل يا كابتن شملاوي قبل ما نختم. طبعا اكيد اتفضل. انت كنت بتتكلم على اللعيب الاحتياط والبديل. احنا عندنا حاجتين، في اداره الفريق واداره المباراه، دي حاجه ثانيه خالص. يعني في ناس فاكرين كوتش هو، معلش يا كابتن انا اسف، بس كابتن رؤوف محتاج يقول لنا حاجه، وطبعا له الحق وله التقدير منا، وفي اي وقت طبعا احنا تحت امره. اتفضل يا كابتن رؤوف. انا عايز اقول لك عشان انت بتحب الحاجات الطريفه يا كابتن هيثم. طبعا انا عايز اقول لحضرتك انا بديت التدريب ازاي. اتفضل يا كابتن. مع الكابتن نشام بدراوي ومخلصين التدريب وانا لعيب ومعديين على كوبري قصرين ماشيين مشي، مره واحده راح واقف راح بصيت لي كده قال لي انت ليه ما تدربش؟ قلت له انا لعيب يعني ما فكرتش ان انا اتدرب.
قال لي بقول لك ايه، في دراسات موجوده في اسكندريه بعد اسبوع، انا حاخدك وانت لازم تبقى مدرب. يا كابتن طب انا ما فكرتش في الموضوع ده. قال لي لا انت هتبقى مدرب، ولا شايف انك هتبقى مدرب كويس. عايز اقول ان الفوبي ان كنت صحيح في يوم من الايام كان ليا بصمه في التدريب او حد قال عليا ان انا كويس، فالفضل كله بيرجع لكابتن هشام بدراوي طبعا. كابتن رؤوف طبعا وارجع له الفضل في اي حاجه حصلت لرؤوف عبد القادر. يعني كابتن هشام يعني حضرتك وجه بقى كلمه لكابتن رؤوف على الكلام الجميل والحلو والرائع ده. كابتن هشام شاهد والله يعني ابكتني يا رؤوف، هعيط يا رؤوف منك يعني صراحه. يعني انت ابن ناس يا ابني واصيل، ويعني ربنا يوفقك. ربنا يخليك يا كابتن. تحياتي برضو للاستاذ فؤاد، الله يخليك، احد علامات الكره الطايره حقيقي. والله انا بقول كده بجامل، الله يخليك. يعني البصمه اللي عملها كابتن فؤاد سواء في رئاسه للاتحاد او كمدير فني لمنتخب مصر او للنادي الاهلي على سنين طويله، يعني كابتن فؤاد احد علامات الكره الطايره اللي لا يمكن ان هي تتنسي. يعني فانا بحييهم الاثنين بشده. يعني كابتن رؤوف زميل دراسه وزميل ملاعب ومن نفس الحته، كنا زمايل في البرهاميه ولعبنا سوا ومرنا، يمكن هو مسك تخصص في الانسات وانا كنت في الرجال، هو وكابتن هشام كانوا مع بعضيهم. لا الذكريات جميله جدا، وبذل مجهود كبير وجاب بطولات كثيره جدا للنادي الاهلي على مختلف المراحل السنيه وفريق وبطولات افريقيه وعربيه كمان. يعني كابتن رؤوف بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، نورتني وشرفتني، والحقيقه ده موقف طريف. ربنا يخليك كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه المشاعر الطيبه والجياشه الحقيقه بين ابناء النادي الاهلي الحقيقه هتبكينا كلنا، لان هو ده النادي الاهلي، والحقيقه كره الطائره كمان بالاخص قص الكره الطائره الحقيقه يعني من تراث فريد. الوقت مر سريعا، في النهايه لازم اشكر ضيوفي اللي نوروني وشرفوني والحقيقه امتعوني جدا، وكان من احلى الاستوديوهات التحليليه على قلبي كابتن هشام بدراوي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، واسفين ان احنا تعبنا حضرتك النهارده. بشكر طبعا كابتن فؤاد عبد السلام، بشكرك يا كابتن شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني واكيد امتعت الملايين من جمهور النادي الاهلي حضرتك وكابتن هشام. شكرا جزيلا، والحقيقه برافو عليك كمذيع معانا، كانت أدرت الحلقة باقتدار فني عالي جدا، شكرا جزيلا. أشكرك يا كابتن، ودي شهادة أعتز بيها، وأشكر حضرتك شكرا جزيلا. أول واحد مرنت فؤاد عبد السلام كمان. طبعا رؤوف وفؤاد. أول واحد مرنت. ربنا يا رب يديم المحبة بين أبناء النادي الأهلي، وكالعادة الأهلي مصدر السعادة، ومصدر السعادة مش بس مكسب، مصدر السعادة الروح اللي إحنا شايفينها جوه الاستوديو وبره الاستوديو. مصدر السعادة بقولها دايما، النادي الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، ودي كلمه كابتن عادل القيعي، النادي الاهلي بيكسب عشان عظيم. وعظمه النادي الاهلي شفناها دلوقتي في دقيقتين مداخله كابتن رؤوف عبد القادر وكابتن فؤاد عبد السلام وكابتن هشام بدراوي، شفنا الروح اللي كانت على الهاتف والروح اللي كانت جوه الاستوديو. الحقيقه انا نفسي ما قدرتش يعني الحقيقه اتمالك نفسي، وانا بايد ويعني وبدعم الحقيقه الروح الجميله، ونتكلم عنها دي بشكل رائع. والله الحقيقه كان يوم سعيد، واتمنى نكون كنا يعني خفاف على جمهور النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم. بكره يوم مهم في الفولي بول في بطوله افريقيا، ماتشين، ماتش الجيش طلائع الجيش ومليلة اولمبيك مليلة الجزائري، وبقى الساعه 6 ان شاء الله، والاستوديو التحليلي هيكون من الساعه 5، وايضا مباراه النادي الاهلي مع السجون الكيني الساعه 8، والاستوديو التحليلي هيكون بين الماتشين وبعد مباراه السجون الكيني. كل التوفيق لفريق الكره الطائره، وكل التوفيق للفرق المصريه المشاركه. الى اللقاء غدا مع ملوك الصلاة.